يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. ربما كلنا تابعنا من يومين الحفل الضخم اللي أحياه نجمنا ومطربنا الكبير الكينج محمد منير. الحفل اللي أقيم في مدينة العريش، هذه المدينة اللي بتعتبر عاصمة محافظة شمال سيناء، ربما كان ليه دلالات عظيمة جدا. إيه هي دلالات هذا الحفل اللي لازم نتوقف عندها ونشوف إيه الرسائل اللي وصلها لنا هذا الحفل؟ الدلالات دي وصلت رسالة للعالم كله إن سيناء خلاص أصبحت آمنة، أصبحت مطمئنة، إن شمال سيناء تحديدا اللي كان بيشهد ربما بعض الاشتباكات من سنوات قليلة أصبح الآن في اطمئنان وفي أمن. أهل وناس شمال سيناء أصبحوا مطمئنين بعد الجهود اللي أقيمت على مدى سنوات طويلة. شفنا كمان حضور كبير جدا من أهالي العريش، ومش بس حفل النجم الكبير أو الكينج محمد منير، لا كمان كان عندنا من يومين كرنفال رياضي اسمه مهرجان سباق الهجن اللي اتعمل في شمال سيناء، وشارك فيه عدد كبير جدا من الدول العربية الشقيقة، يعني مش مصر بس اللي كانت مشاركة في هذا الكرنفال. الحدثين دول في الحقيقة كانوا متكرسين لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، ووصلوا رسالة مهمة جدا، رسالة قوية، وهي عودة الأمور مرة تانية لطبيعتها في هذه المنطقة. المنطقة دي بسنت علشان ترجع لطبيعتها مرة تانية، وعلشان يسود فيها هذا الجو الآمن، هذا الجو المستقر، وعلشان العالم كله يشوفها بالشكل ده، كل ده كان لازم يبقى ليه تمن. التمن ده كان إيه؟ كان فلوس؟ أبدا. التمن ده كان دم، كان دم ولادنا. التمن ده كان في مقدمته شهدائنا وأبطالنا من قوات الجيش والشرطة اللي دفعوا عن شمال سيناء، اللي قدموا حياتهم وأرواحهم علشان يفدوها ويطهروها من الإرهابيين والمجرمين. تذكر جيدا كلمة الرئيس السيسي اللي ربما اتكلم وقال إن إحنا بلغة الأرقام، كان في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قال 8000 مصاب وحوالي 3000 شهيد. حوالي 8000 مصاب وحوالي 3000 شهيد، رقم ضخم جدا طبعا، رحمة الله على الشهداء، ولكن المصابين اللي عايشين هيفضلوا طول حياتهم في هذه الإصابة اللي هم 8000، هيعملوا إيه؟ أسرهم عاملة إيه؟ وطبعا الله يكون في عون كل يعني أرملة شهيد أو أم شهيدة أو أب شهيد أو ابن شهيد، عايش إزاي؟ التمن ده إحنا بنشوف النتيجة بتاعته بعودة الأمور لطبيعتها في شمال مصر. عمرها ما بتنسى شهدائها، لا حكومة ولا شعب، إحنا دايماً فاكرينهم. رحم الله كل الشهداء اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بروحهم لكل عشان كل شبر في أرض مصر يفضل موجود. كل التحية لكل شهيد تنازل عن حياته في سبيل عودة الهدوء والأمان والإطمئنان لشمال سيناء. مهما حصل ومهما جرى، سيناء هتفضل آمنة بأهلها، سيناء هتفضل مستقرة رغم أي محاولات خبيثة وخسيسة. وإحنا النهاردة شايفين المنطقة من حوالينا عاملة إزاي. سيناء النهاردة بتهتف تحيا مصر، تحيا مصر، وهتفضل مصر وستظل مصر بجيشها وشرطتها وقيادتها السياسية اللي ما سكتتش أو تراجعت خطوة واحدة في حربها ضد الإرهاب على مر السنين اللي فاتت دي كلها. تحيا مصر، وكمان مرة وألف مرة تحيا مصر. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة السبت 29 إبريل. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام امبارح بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة، وده لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة، وده في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. صحيح، والسيد الرئيس أيضا تفقد عدد من المناطق في محافظة القاهرة، واللي شملت عدد من الأسواق الرئيسية الجديدة اللي بتنفذها حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر. هذه الأسواق بتتضمن أسواق أحمد فخري، أسواق حسن المأمون، وغيرها من الأسواق اللي هتمتد بطول محافظة القاهرة. الأراضي الفاضية في أي حتة تقدر تستوعب السوق ده، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بإزاي الأسواق دي؟ أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية، تتعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين،
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فن. احنا عندنا فن 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فن، ده أعلى هضبة المقطم، وفي 3 منهم فن شرق القاهرة. عندنا فن سوق في نادي الشمس فن، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فن لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فندم، سوق احمد فخري، ودوت لخدمه مدينه نصر فندم. بالنسبه لفندم السوق دوت مال مساحه 2.64% فدانه فندم، ده فندم بتقاطع شارع احمد فخري فندم، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فندم، حديقه الطفل ده هي فندم المتواجده هنا في الجنوب فندم السوق. على نفس النهج ده فندم في سوق نادي الشمس فندم، نفس المساحه تقريبا 2.6 فدانه فندم. وفي سوق فن اللي هو الامل، سوق مدينه الامل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده، اللي احنا عاملينه ده هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا، تمام، لكن احنا قلنا ايه، بدل ما نفتح نعمل الكلام ده، ولان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه، احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجه في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفه اقل من زي الجمله، صحيح، لكن كمان مش زي التجزئه العاديه، فده هيخلي الناس بتوع التجزئه برضو تنظم اسعارها شويه. طب احنا عشان نعمل كده عملنا ايه، اخترنا الخمس نماذج دول، تمام، اخترنا الايه، الخمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح. انتوا في شهر 6 مش كده؟ ان شاء الله يا فندم 30/6 ان شاء الله، مش كده؟ طبعا يا فندم. ها انت بالنسبه لك انت، انا بس عايز افكرك يا هشام ان ورا منك هنا في سوق على الارض، عارفه السوق اللي وراك؟ ايوه يا فندم. اللي هنا، ايوه يا فندم، في الامل، ايوه يا فندم، في سوق فين المفروض؟ المفروض ان احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه، جزء من السوق بتاعنا. جزء من السوق بتاعنا ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه، انا عارف السوق ده كويس، ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار، لو نجحنا فيه هن ايه؟ هنعمل، لان الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجمله، ان هم اتفقوا معانا ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده ونوفرها لهم، وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه ايه يا هشام؟ قريبه من الجمله، فاهم يا احمد؟ تمام، صح، قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم، هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخطط، لان السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينه فاس، واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديده، لا طبعا، انت بتتكلم في ملايين من البشر عايزين يخشوا يشتروا ويجيبوا حاجتهم. لكن لو نجحت الفكره ولقينا ان هي فعلا التكلفه بتاعت الاسعار فيها فعلا تكلفه الجمهور حس بالفرق، طب هنكمل. هن ايه؟ ان شاء الله هنكمل. حاجه ثانيه؟ لا فضل. حاجه ثانيه يا شباب، كل سنه طيبين. شكرين. السلام عليكم. وايضا تابع سيادته اعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. اللي انا شايفه ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله فندم خرسانات فندم هنخلص ان شاء الله 30/6، وواجهات ان شاء الله فندم 15/7، ونهو المشروع بالكامل ان شاء الله فندم 30/11 باذن الله. يعني على شهر 12، انت عارف ده هيعمل نقله كبيره جدا للمنطقه هنا. ان شاء الله باذن الله فندم، باذن الله. شكرين. اوامر فندم. صوتك طيب. وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. أثناء فندم رفع كفاءة شارع المقطم، وجدنا فندم تكدس في المساحة المرورية، وجود عشوائيات، وبالدراسة والعرض على سيادتك فندم، سيادتك صدقت على إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر بإجمالي مساحة 15 فدان بدلا من 3 فدان. لا ده كام؟ ده فندم 6.8 6. هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حاليا يا فندم. سيادتك فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود، الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده فندم
مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى، اعتبارا ابتداء من مبنى المعدني وده فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهه واسماك ودواجن ولحوم، واربع منشات نمطيه دور ارضي ودور اول. سيادتك امرت ان احنا نزود دور فبقى ارضي واول وتاني، وعندنا فندم مبنى مخابز ومظلتين بقاع جاليين. اجمالي المحلات عندي في المشروع فندم 230 محل، وباقي 18 منشأة عباره عن منشآت خدميه من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرف. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب، ان الارض هنا كانت صخريه وبها فوالق، فعملنا دراسه يا فندم عشان نأهل الارض تكون صالحه معانا للانشاء. وتم الدراسه يا فندم والتنسيق مع الحي ان احنا نربط المرافق، وبالفعل ربطنا المياه والغاز والصرف والكهرباء، وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق سيادتك. انا بس عايز اقول هنا واحنا فرصه ان احنا موجودين المحل اللي احنا مش عملناها اسواق فقط. تمام سيادة. لا احنا عملنا المحلات دي عشان ايه؟ عشان نقول للناس اللي موجوده هنا في المقطم والمنطقه المحيطه بالكامل عندكم فرصه لاشغال مشغولات فنيه او حرف يدويه وغيرها. احنا هنخلص هنا ان شاء الله فندم، احنا ضاغطين عشان نبقى نكون ملتزمين بكلامنا مع سيادتك ان شاء الله 30/7 باذن الله. 30/7 باذن كله باللاند سكيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالمباني ان شاء الله يا فندم. طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جمله اللي احنا عاملينه ده؟ اكيد يا فندم. لكن انا بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغاله ان شاء الله يا فندم باذن الله. مشروع عمار بن ناصر فندم على مسطح 9 فدان. السوق يا فندم بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني يا فندم هنقول 45000 متر، ده حاجه كبيره جدا يا فندم. اه طبعا. تمام. منطقه السوق يا فندم التجاري ومنطقه النادي الاجتماعي. المنطقه يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم، سواء النادي الاجتماعي فيها انشطه رياضيه وتجاريه. احنا عاملين كده اثنين نادي محمد. تمام. واحد في عمار بن ياسر. تمام كده. تمام. واحد هنا. تمام سيادة. غير المناطق اللي انا قلت عليها، المناطق اللي هي التنمويه اللي موجوده خمس مناطق تنمويه على كده. تمام يا فندم. عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بانشطه مختلفه، بدايه يا فندم من الافران ومحلات الخضار والفاكهه والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدويه. عندي يا فندم مبنى اداره السوق. عندي يا فندم دي كافيتيريا. طب برضه انا دايما بسال السؤال ده لما بكون في المنطقه، بقول لهم الناس بتعمل شغل، بقول لهم بصوا انتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام ايه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركه او في مطالب الناس؟ ها فلو في عندكم حاجه يا فندم. هو كان في تكدس مروري في المنطقه، احنا راعينا ده في التصميم، ان احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف، ساعه 200 سياره، ده هيخفف يا فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر، والشارع اللي تحت يا فندم اللي هو شارع المقطم ده كده يا فندم باتجاه شارع 9، اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه يا فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار سيارات. نفس الكلام يا فندم، السوق هنا في اكثر من انتظار سيارات متوزع، اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره. 127 سياره. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا يا محمد. تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم. وايضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم. مساحه السوق 5.7 5.7 قول يعني قول 6 فدان ان شاء الله. الموقع يا فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9. مكونات السوق يا فندم عندنا 95 محل، وفي عندنا 30 محل على الطريق باجمالي 151، لان عندنا هنا فندم في منطقه النادي في 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادة. طب هنخلص انت. كان المخطط فندم سيادتك ان احنا نخلص 30/10، بس ان شاء الله 30/8 باذن الله فندم. طب انا هقول لك على حاجه، انا عشان ابقى السوق ده ابقى مطمن عليه، انتم محتاجين كل الاراضي على شهر 8 او 9 وقت ما هتخلصوا المشروع ان شاء الله، تكون كل المحاور اللي رايحه ليه تكون اتوسعت وسفلتت. اوامر. خدت بالك مع شوارع المقطم كلها. اوامر. ماشي يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. شده حيل. شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولاً لكورنيش النيل، ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده أحد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم يا فندم شارع 9 بس،
كان في كميه تكدس مروري رهيبه. شارع 9 بناء على اوامر سيادتك تم الدراسه والعرض على سيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حاره و6 حاره، وتم انشاء 3 محاور جديده، محور رئاسي الرزق، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا، فبقى في 4 بدل محور واحد بقى 4 محاور في المقطع. انا بس عايز اوضح هنا ان محور عبد المجيد محمود ده قصه ثانيه كبيره جدا جدا. ايوه فندم. هيعمل نقله كبيره جدا للحركه من محور الحضارات، مش كده؟ من محور الحضارات يا فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغايه يوصل لغايه مدينه نصر، وممكن منه للقاهره الجديده ومنه للعاصمه الاداريه الجديده. مش كده؟ فده عمل نقله، هيعمل نقله كبيره جدا يا فندم في السلاله المروريه في المقطم وفي الحركه المروريه في القاهره الكبرى كلها فندم. لان اول مره نطلع نعمل كده. ايوه فندم. اول مره نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام مش كده؟ ايوه فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيتكمل يعني ان شاء الله فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياسر رزق. تمام ستي. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه ال. تمام ستي فندم. فعلا تبقى تعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك، وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزاره الاسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغايه الجبل الاحمر. انتم متابعينه اهم؟ متابعينه يا فندم، وان شاء الله تكون تعليمات سيادتك هتخلص شهر 10 السنه دي. ان شاء الله السنه دي يا فندم. ده كلام كويس. النهارده برضو عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم، لكن خلونا الاول نبدا باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها ان الحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في اسبوع. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اصدر ورق السياسات بشان اليات تعزيز الصادرات المصريه الى القاره الافريقيه. كمان معانا مواصله فعاليات المرحله ال 23 من مبادره كلنا واحد تحت رعايه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ومد فعالياتها لمده شهرين، ورئيس الهيئه او هيئه الرعايه الصحيه التقى وزير الصحه الهندي لبحث التعاون بمجال السياحه العلاجيه وزراعه النخاع. تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 22 ولحد 28 إبريل، وتضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا، اللي جت تحت عنوان برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الإفريقية صادراتنا لقاراتنا African Expo، وبيقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بخصوص آليات وسبل تعزيز تنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية. تناولت ورقة السياسات حقائق عن وضع الصادرات المصرية الإفريقية وتقييم وضع الصادرات المصرية لإفريقيا وعرض أهم المبادرات الوطنية لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية، بالإضافة لعرض السياسات والآليات المقترحة لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان، وده لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بتوصل ل 60% في المنافذ. وفي نفس السياق بتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. امبارح التقى الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه بالدكتور مانسوخ مانديفيا وزير الصحه ورفاهيه الاسره الهندي، وده خلال زيارته لدوله الهند للمشاركه في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعايه الصحيه. تطرق اللقاء للاستفاده من الخبرات الهنديه الرائده في مجالات زراعه النخاع والاعضاء والجراحات الروبوتيه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالات السياحه العلاجيه وجذب الاستثمارات الصحيه في مصر. خلونا نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة واللي أبرزها تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة بنسبة 98% في محافظة الأسكندرية، ومحافظة مطروح استقبلت المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية. في محافظات مصر أيضا معانا كمان فحص 3612
شخص من المقبلين على الزواج في محافظة المنوفية. ومعنا أيضا إعادة فتح كوبري بنها بالطريق الزراعي بعد غلقه في شهر رمضان، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن محافظة الإسكندرية أعلنت أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة وصلت لـ 98% بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 148 مليون و 231 ألف جنيه علشان تخدم 121 ألف نسمة، وبيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة. مديرية الشباب والرياضة في مطروح استقبلت المشاركين في بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية من محافظات مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء وشمال سيناء، وده لانطلاق الفعاليات خلال الفترة من 28 إبريل والحد يوم 2 مايو. هتقام البطولة في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كمان مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية أعلنت أن المديرية فحصت 3612 من المقبلين على الزواج من بداية شهر فبراير الماضي والحد دلوقتي ضمن أعمال حملة 100 مليون صحة. أعلنت محافظة القليوبية أنه تم فتح كوبري بنها 3 بطريق الإسكندرية الزراعي وإعادة الحركة المرورية عليه من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للكوبري اللي سبق وتعرض خلال شهر رمضان لهبوط جزئي بمنطقة محدودة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج أعلنت عن وجود خطة لتغيير 10417 عداد ميكانيكي في 82 مصلحة حكومية بعدادات مسبقة الدفع، وده بيجي بهدف ترشيد استهلاك المياه. كمان اتعمل فحص وإصلاح للعدادات المتعطلة في واحدة من المؤسسات الحكومية، وده في إطار خطة الشركة على محاسبة العملاء وفقاً للاستهلاك الفعلي بدون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك. فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة كفر الشيخ أكد أن المجلس شغال بكل قوة على تنمية المهارات الحرفية للمرأة في قرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم تدريب 900 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة كنواة لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر زي صناعة السجاد والكليم والجبلان والمفروشات والملابس والحلي والإكسسوارات. أعلنت محافظة شمال سيناء أنه تم الانتهاء من إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، وبتزداد في المرحلة الثانية علشان توصل ل 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم لتوفير مصدر ثابت لمياه الشرب لتغذية كل مدن المحافظة. سلم مركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد عقود المنازل الريفية ل 18 مستحق من مركز باريس والقرى المختلفة، وتم التنبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف فيه في أي حال من الأحوال، وأي تصرف يخالف شروط العقد هيتم سحب المنزل، وهيتم تسليمه أيضاً لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ومن بعده نرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا يعني أهلا بحضرتك. طبعا الجو رجع بره التاني ولا إيه؟ إيه أخبار الجو النهاردة؟ بالفعل يمكن اليوم ويمكن من أمس كمان بنشهد في انخفاض في درجات الحرارة مستمرين في اليوم وعلى مدار الأيام القادمة بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا. الكتل دي منخفضة ومعتدلة تماما في درجات حرارتها، بالإضافة كمان لامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. المنخفض ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فالسحب دي بتحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. بالأمس العظمى كانت 26 درجة مئوية، اليوم كمان هتنخفض وتكون 25 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. بالنسبة للمناطق الساحلية بتنخفض أقل من القاهرة بتكون 21 درجة مئوية. عشان كده نقدر نقول إن الطقس خلال فترة النهار طقس
دافي على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء على سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، من مائل للحرارة الحارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. كمان خلال فترات النهار وخلال فترات الليل بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة. نشاط رياح ده في أغلب محافظات الجمهورية هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار، وفترات الليل هيخلينا نحس بمزيد من البرودة فترة الليل، لأن كمان فترات الليل الصغرى انخفضت ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية. أجواء فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هي أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة زي ما ذكرنا أن في نشاط رياح يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل كمان من 15 أو 14 درجة مئوية. مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار، شاهدناها بالأمس على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. اليوم متوقع استمرار لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأجواء اللي فيها انخفاض في درجات الحرارة والأجواء الربيعية دي متوقع أن هي تكمل معانا حتى يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، يعني الأجواء مستقرة فيها انخفاض في درجات الحرارة، مع يوم الثلاث تبدأ تدريجيا الكتل تأثر علينا تكون كتل هوائية صحراوية، فتبدأ تدريجيا درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس خاصة فترات الليل. لو احنا خففنا فترة النهار فترات الليل لازم نصطحب معنا الجاكيت، لان هنحس بالبرودة خلال فترات الليل. الناس اللي بتخرج فترة الليل او فترة الصباح الباكر لو معانا اطفال مهم جدا يعني نرتدي الجاكيت او ناخد معنا الجاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. هيكون في عودة للشبورة المائية مع منتصف الاسبوع، فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق تكون القيادة بهدوء تام. ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مهم جدا يوميا نتابع النشرة الجوية، نعرف ايه درجات الحرارة، نعرف ايه الظواهر الجوية، عشان قبل ما نخرج من البيت نقدر نتكيف مع اي ظواهر جوية مختلفة. طبعا احنا بنتابع مع حضرتك يا دكتورة منار النشرة الجوية يوم بيوم، واكيد المشاهدين ياريت ياخدوا بالهم طبعا من النصايح اللي حضرتك قلتيها، مهم جدا الفترة دي يبقى خصوصا لو معنا اطفال جاكيت بالليل. امبارح فعلا كان الجو برد بالليل. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره العظمى هتكون 25 والصغرى 14 والعاصمه الاداريه 26 15، في الاسكندريه 21 15 وفي العلمين الجديده 21 16. مطروح 20-15 ودمياط 23-16، بورسعيد 22-14 والإسماعيلية 26-14. نروح للسويس هنلاقي العظمى 25-16 وفي العريش العظمى 23 والصغرى 13، في كاترين 22-5 وفي طابة 24-18، حلايب 26-22 وشلاتين 29-21. شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى فيها 30 والصغرى 19، أما في الغردقة فالعظمى 30 والصغرى 20. وهنروح سريعا للفيوم، العظمى هناك 26 والصغرى 15 وبني سويف 26-15، الوادي الجديد 29-18 وأسيوط 27-15، سوهاج 28-17 وقنا 30-18، الأقصر 32-19 ونفس درجة الحرارة في أسوان 32-19. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وهنرجع تاني دلوقتي لباسنت ومصطفى عشان نعرف منهم أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليكم مصطفى وباسنت. شكرا لك يا هلا. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي ولقاءات العودة في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.
بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هيزور مصر في إطار الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولتين لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الزيارة هدفها تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية، خصوصاً إن اليابان شايفة إن مصر شريك لا غنى عنه ومهم في الشرق الأوسط وإفريقيا. النهاردة هتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالأزهر الشريف، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم 29 إبريل الجاري بمادتي القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات. كمان هتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول إعدادي، وهيمتحن الطلاب مواد الفقه واللغة العربية ورقة أولى النحو. كمان هيؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم في مواد الفقه واللغة العربية النحو والصرف. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار لقاءات العودة من دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. سان داونز الجنوب إفريقي هيواجه شباب لوزداد الساعة 4 العصر. الساعة 10 بالليل الترجي التونسي هيواجه شبيبة القبائل الجزائري. في نفس التوقيت الرجاء المغربي هيواجه فريق النادي الأهلي. النهاردة كمان لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة. كريستال بالاس هيواجه ويست هام الساعة 2:30 الظهر. برايتون مع ولفرهامبتون الساعة 4 العصر. في نفس التوقيت هيلتقي برينتفورد مع نوتنغهام فورست. معانا قصة تحدي على مستوى عالمي بطلتها بسمة رمضان. بسمة رمضان هي لعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال. هي بسمة قدرت أن تحقق المركز الثالث عالميا وقدرت أن تحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب واللي استضافتها دولة ألبانيا. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. مركز متقدم على مستوى العالم حققته الطالبة بسمة رمضان لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال بعد فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب التي استضافتها دولة ألبانيا. استطاعت الناشئة بسمة رمضان من مواليد عام 2009 أن ترفع علم مصر في البطولة الدولية بعدما تمكنت من حصد برونزية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاماً في إطار منافسات وزن 40 كيلوغرام، وتعد هذه أول مشاركة للبطلة في المنافسات الدولية. جاءت تفاصيل تتويج بسمة رمضان ابنة محافظة بني سويف بالميدالية البرونزية بعدما اعتبر طاقم التحكيم رفعتها في الخطف التي وصلت إلى 47 كيلوغراماً غير صحيحة قبل أن ترفع 66 كيلوغراماً في منافسات النتر متساوية مع صاحبة الميدالية الفضية لتحصد برونزية بطولة العالم التي أقيمت في ألبانيا. وقبل مشاركة البطلة المصرية في بطولة العالم كانت قد فازت بالمركز الأول في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كيلوغراماً مع حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر التي استضافتها دولة سوريا في يناير الماضي. خلينا نروح للبطلة بسمة رمضان اللي فازت بالمركز الثالث عالميا واللي حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب. بنبارك ليها ونرحب بيها ونقول لها ألف مبروك معنا وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا بسمة. أهلا بيك. ألف مبروك. سمعيني يا بسمة؟ أيوة معكم شغل متقطع بس. طيب مبروك أول حاجة ومبسوطين بيكي جدا جدا، وعايزين نعرف منك كده في البداية أو قبل كل حاجة قبل ما نسألك أي سؤال، كنت حاسة إنك هتكسبي؟ كنت حاسة إن أنت هتفوزي بمركز متقدم في البطولة ولا كنت شايفة إن هي حاجة صعبة بالذات إن البطولة دي بطولة عالمية؟ يعني كلمينا عنها أكتر. لا أنا ما كنتش حاسة إنني ما كنتش حاسة يعني إن أنا تبقى أجيب ميدالية وكده لأن هي البطولة فعلا كانت صعبة. بطولة كانت صعبة. أيوه. كانت صعبة إزاي؟ من أي ناحية تحديدا؟ يعني عشان توصلي لحاجة زي كده وتسافري ألمانيا ألبانيا عملتي إيه؟ يعني كانت صعبة من ناحية أما العيال اللي كانوا معايا كانت دول كتيرة كانت معايا وكان الماتش ذات نفسه صعب والدول كتير والعيال كانت جامدة معايا.
طب ما حدش يعني وانت كده بتجربي تلعبي اللعبه دي من الاول خالص كده مامتك ما قالتلكيش يا بنتي اللعبه صعبه اختاري لك حاجه سهله شويه؟ لا ده بفضل الكباتن اللي معايا. طب يعني بداتي تلعبي طب من امتى؟ من وانت عندك كام سنه؟ انا بدات العب من وانا عندي 10 سنين. من 3 سنين يعني انت دلوقتي 13 تقريبا صح؟ ايوه. طب حلوه قوي في 3 سنين قدرتي انك تحققي بطوله مهمه جدا. الحمد لله. الحمد لله. طب يعني كلمينا عن البطوله ازاي سافرتي البانيا؟ مين هم اللاعبين اللي كانوا يعني جامدين جدا دولهم مأهلاهم كويس؟ لقيتي مين الدول اللي عامله يعني تدريب كويس لاعبتها؟ وانت كنت عامله ازاي وقدرتي ازاي ترفعي علم مصر في البطوله دي؟ بفضل ربنا اولا وبفضل الكباتن من بعديه والحمد لله انا قدرت اجيب ميداليه برضو. يعني العيال اللي معايا اللي كانوا واخدين معايا ميداليات كان من بلد بره، واللي كانت واخده اللي كانوا معايا كانت من كندا وتركيا والهند. مين قدوتك في اللعبه يا بسمه؟ مين اللي انت بتقولي انا عايزه اكون زيه؟ ساره سمير. حلو جميل. والدك ووالدتك ما كانش عندهم اعتراض في البدايه بنت وتشيل اثقال وتسافر؟ لا. قالوا لك ايه؟ شجعوك ازاي يعني؟ طيب بيشجعوني. ايوه ازاي؟ كلمينا طيب شويه. يعني كانوا بيشجعوني، كانوا بيخلوني ان انا اعمل الافضل، وبيقولوا يعني اللي هو تركز وتعمل، يعني عارفين ان انا بقى حابه اللعبه دي، فبيقولوا كمل فيها وبيشجعوني. طب بس ما بيني وبينك كده ومش هقول لحد، عامله ايه في دراستك؟ شاطره في المدرسه؟ عارفه تجيبي درجات حلوه في الدراسه ولا مهتميه اكتر بالرياضه بتاعتك؟ وما بتوع المدرسه واقفين معايا، وانا في المنتخب هناك لما بناخد يومين اجازه اللي هو التلات والجمعه بتبقى بنقعد اذاكر فيهم. يعني قالوا لك ايه في المدرسه؟ رحبوا اصحابك المدرسين؟ كلمينا كده يا بسمه ايه اللي حصل؟ ايوه هم فرحانين بيا هناك. احنا فرحانين بيكي كمان يا بسمه، وانتي جميله وقمر ورفعتي علم مصر ومبسوطين بيكي جدا جدا، وعشان كده انتي كنتي معانا في هذه المكالمه. بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، يا رب نشوفك كده احسن واحسن وارفع المناصب في المستقبل ان شاء الله، ودايما كده علم مصر مرفوع في كل العالم. بنشكرك بسمه رمضان لاعبه منتخب مصر للناشئين في لعبه رفع الاثقال. دلوقتي موعد موجز الانباء اللي حياتينا بصحبه زميلتنا هاله الحملاوي. شكرا مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجوله تفقديه موسعه محافظة القاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة. وشملت جولة الرئيس السيسي التفقدية مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أحياء مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة. كما تفقد الرئيس السيسي سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات لنقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل. قالت وزارة الخارجية في بيان إن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان وصل إلى 6399 مواطنا حتى الآن. وأوضحت الخارجية أن مصر نجحت أمس في إعادة 454 مواطنا مصريا من السودان عبر الإجلاء البري، و 618 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطنا. وأضافت الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 4 طلعات جوية أمس ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 27 طلعة جوية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على بلاده التحرك سريعاً لمواجهة ما أسماه العدوان الاقتصادي الغربي. وقال بوتين أثناء اجتماع لمشرعين روس إن موسكو ستوسع علاقاتها التعاونية مع دول في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وذلك في إطار قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة. قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي إن أوكرانيا تواجه ظروفا خطيرة للغاية، مضيفا أن الأدوات المالية التي كانت روسيا تمتلكها قبل الحرب ومستويات الإنفاق والعقوبات على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن روسيا لديها أموال كافية لخوض الصراع. وفقا للقائد العسكري البولندي فإن كفة كييف غير راجحة بما لديها من صعوبات اقتصادية ضخمة. To potężny kapitał wiedzy i doświadczenia. أعلنت المفوضية الأوروبية أن بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين. ووافقت الدول الأعضاء على السماح باستيراد بعض المنتجات من أوكرانيا بدون قيود كمية ورسوم جمركية وبدون عمليات التفتيش الرسمية. وينص الاتفاق على رفع الإجراءات الأحادية الجانب من بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ووضع تدابير وقائية استثنائية بشأن القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس، فضلا عن حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين المتضررين في الدول الخمس. قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ لنظيره الصيني إن الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوض العلاقات بين البلدين، داعيا إلى فض الاشتباك للحفاظ على السلام والهدوء. وتشهد العلاقات بين القوتين الآسيويتين توترات منذ اشتباك شهدته المنطقة أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وما لا يقل عن 4 جنود صينيين في يونيو من عام 2020. وتشكل الخلافات حول حدودهما المشتركة بينهما البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدر توتر مستمر. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. ويعني الحاجة اللي بتخوف أي بيت مصري خلاص للأسف قربت، امتحانات الثانوية العامة معاها بيبدأ الاهتمام في كتير من البيوت المصرية. تسأل بقى عن الامتحان ووقت الامتحان ويا ترى ابني هيعمل ايه والتعديل السنة دي اللي هيحصل فيه. حصل في الحقيقة تعديلات كتيرة قوي السنة دي عشان نتفادى بيها أخطاء أي سنة فاتت. يعني معانا كده بعض يمكن القرارات اللي هنناقشها مع حضراتكم النهاردة اللي في الحقيقة يعني بنقول اللي احنا هنشوفه السنة دي ده ان شاء الله يعني هيبقى طفرة كبيرة جدا جدا. يعني بنتكلم عن يمكن انتداب عضو من التطوير التكنولوجي في داخل كل لجنة من اللجان عشان الشاشات تبقى متوصلة بالانترنت. بنتكلم ان تصحيح الورق السنة دي هيبقى مختلف تماما لانه هيبقى عن طريق شكل الكتروني عشان يضمن انه ما يبقاش فيه الاخطاء اللي يمكن بتحصل على ايامي انا، ايام ما كنت انا في ثانوية عامة مضطرين نروح ونعمل تظلم ونقعد ونستنى التظلم والكلام ده كله. في الحقيقه حاله الجدل بخصوص ملف التعليم وملف الثانويه العامه بالتحديد يعني خدت مساحه طويله جدا من اول قصه التابلت ومرورا بقصه شاومينج وانتهاءا بقصص كتيره ليها علاقه بان النت واقع، النت مش واقع، السيرفر واقع، السيرفر مش واقع. وزاره التربيه والتعليم عملت ايه؟ هل قدرنا ان احنا نتفادى كل ده؟ انت علشان تنتقل من الشكل الورقي للشكل الديجيتال اكيد هيبقى عندك بعض المنغصات زي ما بيقولوا، عشان تتفادى هذه المنغصات عملت ايه؟ الاستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي المتخصص في ملف التعليم منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر، هيتكلم بالتفصيل عن ال 13 قرار وازاي ممكن يعني من خلالهم نتفادى وان شاء الله
في امتحانات الثانوية العامة ما نسمعش أي شكاوى. أهلا بيك يا أستاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المصريين. أهلا أهلا بيك يا فندم. يعني خلينا قبل ما نتكلم عن القرارات اللي هتحل نتكلم أصلا بقى عن الشكاوى كانت إيه. يعني يمكن في البيوت المصرية كلها عندها العفريت بتاع الثانوية العامة، كل الناس خايفة. عايز أقول لك إنه حتى البيوت اللي ما فيهاش حد في ثانوية عامة بنقعد ندعي كده للطلبة اللي في عيلتنا اللي موجودين عندهم امتحانات. إيه الشكاوى أصلا اللي موجودة وأبرز يعني الشكاوى اللي عرضوها أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم؟ خلينا نقول اللي احنا السنة دي بالأخص في حقبة جديدة في وزارة التربية والتعليم بيقودها الدكتور رضا حجازي خلفا للدكتور طارق شوقي. وبالتالي أنا دايما بقول إن الدكتور رضا حجازي كان كده كده موجود في المطبخ، عارف يعني أدق تفاصيل التفاصيل داخل وزارة التربية والتعليم. ولكن كانت ميزة ان الراجل جاء قعد على الكرسي عارف بالظبط ايه المشاكل وجاهدا بسرعة حاول يحلها. طب احنا قدام ثانوية عامة مختلفة، بالفعل احنا قدام ثانوية عامة مختلفة، ده كلام لا احنا هنتكلم بالافعال ايه اللي حصل بالظبط. كان طول عمرنا في الثانوية العامة طول السنة الطلبة من اول السنة لقبل الامتحان بشهر احنا يا جماعة الامتحان ورقي ولا تابلت، ده كانت قضية كبيرة جدا. فاهمين ازاي؟ لا، الوزير من سابع اسبوع في العام الدراسي، والعام الدراسي 35 اسبوع، يعني قبل 28 اسبوع تقريبا من انتهاء العام الدراسي، خرج وقال ما فيش امتحان من خلال التابلت. وبالتالي ما عدناش بنسمع احنا تابلت ولا لا، عملنا تجربة والسيرفر اللي حضرتك قلت وقع، لا ما وقعش، ما فيش الكلام ده خالص. امتحان الثانويه العامه هذا العام واضح من اول السنه. هل كان في شكاوى من اولياء الامور كتير بسبب التابلت؟ طبعا طبعا. ليه بقى المشكله في ايه؟ النهارده من صلاحيات الوزير في اي مرحله ان لو حصل مشكله في السيستم اثناء الامتحان ينجح كل الطلبه. طب هو ده ممكن يحصل في ثانويه عامه بتطلعك لعنق زجاجه اسمها الجامعه؟ طبعا مستحيل. ده بقى يبقى مفيش تكافؤ فرص. ده احنا كده يبقى قتلنا الشاطرين بمجرد ان احنا قلنا السيستم في امتحان الثانويه العامه وقع، وبالتالي الوزير طلع قرار مثلا بنجاح كل الطلبه. احنا كده بنقضي على طموح مفيش اولا تكافؤ فرص، ظلم وعدم عداله بالنسبه للطلبه المتفوقين والمتوسطين كمان. وبالتالي ما ينفعش في امتحان الثانويه العامه ايا ما كان يحصل، يعني اقول واحد من عشرة ولا واحد من مية في الالف في غلطه. طب ما حد كده هيقول لك احنا رجعنا خطوه. لا ما انا هقول لحضرتك نرجع خطوه لما نكون احنا تراجعنا تماما عن فكره ان احنا نعمل امتحانات الكترونيه. تمام. فعشان كده احنا في اولى وثانيه بنجرب مجموعه من السيستم علشان نوصل لسيستم محترم نقدر من خلاله لما نعمل الامتحان في ثالثه ثانوي ما يبقاش فيه ولا غلطه، وبالتالي امتحان اولى وثانيه ثانوي الكتروني عادي. يبقى اذا احنا ما زلنا زي حضرتك بتقول كده اي تجربه فيها منغصات وفيها مطبات. صحيح. طب انا اجي اعمل واشتغل على المنغصات والمطبات لطلبه الدرجه والنص درجه والواحد من عشره بيفرق في مستقبلهم في مستقبله. ما ينفعش. يبقى اذا انا امام تجربه في الصف الاول والثاني الثانوي مستمره في الامتحان الالكتروني، لما الدولة المصرية تتأكد من بنيتها التحتية التكنولوجية في المدارس ومعلمي التطور التكنولوجي داخل المدارس وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، يعني يبقى عندها ان 100% ما فيش غلط، هتلاقي الوزارة والدولة بتعلن عن امتحان ثانوية عامة الكتروني كامل من خلال التابلت. عايز اقول برضو حاجة تانية، الامتحان اللي في الورقي هو القيمة مش في التابلت، انا من وجهة نظري ما هو الا وسيلة، لأن الورقة الامتحانية ومواصفاتها وأسلوب التقييم من الممكن أن يوضع على تابلت ويوضع في الورقي، فإحنا ما رجعناش لورا ولا حاجة. إحنا عشان عندنا طموحات دايما إن إحنا عاوزين كله إلكترونيك أو ديجيتال كان ده حلمنا. لكن حضرتك الاختلاف إيه؟ هو أنا النهاردة الامتحان وسائل التقييم بتاعته ونظام الأسئلة بتاعته هتختلف عن كونه على التابلت أو على الورقي؟ هو نفس الامتحان ده، بس بدل ما هو على التابلت بقى موجود على الورقي. احنا امام تجربه جديده في وسائل التقييم ما عادتش بتعتمد ان الطالب يرص اللي حفظه داخل ورقه طيب الاجابه. طيب بقى ورقي،
عملنا ايه؟ عملنا البابل شيت اللي هو اختيارات. عملنا البابل شيت نفسه. هو برضك لما كان الكتروني برضك هيتعمل البابل شيت تمام. ونفس الاسئله، بنك الاسئله بناخد منه مجموعه من الاسئله العشوائيه والامتحانات العشوائيه ونحطها على التابلت او نطلعها نحطها على الطالب بيظلل كده على الاختيار الصح. بالظبط. لا مش بيظلل بقى، عشان برضك نوضحها للناس. البابل شيت، البابل دي اللي هي الفقاعه اللي هي الدايره اللي انت هتحط عليها الاجابه، او يعني مثلا ايه الاجابه محمد ولا احمد ولا محمود جنب احمد، دايره احنا بنسميها الفقاعه. فهو ده البابل شيت، ان انت تفقع الفقاعه دي بالقلم بتاعك. طب تفقعه ازاي؟ ما تحط الصح، انت بتقعد تظللي الدايره برضه دي نقطه مهمه، بتظللي الدايره لكنك بتفقعي العين بالظبط زي ما احنا بنقول كده. بتظللي الدايره بتاع البابل شيت. طب احنا بنقول ليه ظللوا الدايره يا جماعه؟ لان الماسح كان زمان احنا كان عندنا بقى ايه اللي بنعمل احنا ساعات صح وغلط وما تبقاش فاهمه. بالظبط كده. لا احنا بنظلل الدايره اللي موجوده على الاجابه الصحيحه. ليه؟ لان المصحح الالكتروني ما بيشوفش الصح والغلط، هيشوف الدايره دي بالظبط، هو بيشوف الدايره دي. فعشان كده بنقول للطلبه برجاء ان انتوا تظللوا الدايره، بلاش نعمل صح او غلط. طب حد يقول لك مثلا ايه، طب لو انا عملت ظللت الدايره وبعدين اكتشفت ان الاجابه دي هي اللي غلط وحطيت ايه دايره ثانيه، لا اعمل على الدايره القديمه علامه اكس. في الحاله دي ممكن الماسح الضوئي، شو بقى الميزه يعني، ان الماسح الضوئي لما يجي او المصحح الالكتروني لما يجي يعني يبص على الحته دي هو هيتلخبط، يقول لك انت قصدك ايه من الاثنين، لانه مش عارف الاثنين، فيدي علامه حمراء، فاللي واقف جنب الجهاز ياخد الورق ده ويعاد تصحيحه بالعين المجرده من المعلمين. تاني نقولها تاني حته لحضرتك فاهمها؟ مفهوم. يعني لو هم ظلل اجابتين رغم ان هو عامل غلط على واحده، الماسح الالكتروني او الـ او الـ او التصحيح الالكتروني او النظام السيستم ده مش هيعرف يفرق انت قصدك ده ولا ده، وبالتالي بيدي اشاره حمراء، بياخد ورقه الطالب ده يجيبه معلم من ضمن المعلمين يقول له صحح لنا دي واعمل عليها الصح من الغلط. طب وبالنسبه للاسئله المقاليه او بيقولوا عليها دلوقتي روبريك، واسئله التعبير اللي هي محتاجه شويه كتابه كتير، تصحيح فيها يبقى ازاي؟ في عهد الدكتور طارق شوقي ما كانش عنده ايمان بفكره الاسئله المقاليه. الدكتور رضا حجازي راجل تربوي بطبيعته، وبالتالي عارف ان من ضمن مقومات نواتج التعلم هو ان احنا يبقى عندنا نظامين من الاسئله، اسئله مقاليه واسئله مالتي تشويس اللي هو الاختيار من المتعدد. فاعاد لاول مره مع النظام الجديد لامتحانات الثانويه العامه، ودي لاول مره اعاد فكره الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه هتبقى موجوده بنسبه 15% من توتال الامتحان، هيتم تصحيحها الكتروني. وبرضك نوضح التصحيح الالكتروني ازاي، هيبقى في مسح ضوئي ولكن هو الاسكان اللي احنا عارفينه. هيتعمل اسكان لاجابه الطالب للاسئله المقاليه وتترفع على التابلت، تتبعت لمجموعه لاثنين من المصححين. هتقولي طب ليه اثنين من المصححين؟ لان دايما الاسئله المقاليه فيها يعني عمليه نسبيه في التصحيح. يعني وليكن حد كاتب تعبير معلم شايفه كويس يدي 7/10، ومعلم تاني شايف ان هو يدي له 5/10، لانها عمليه نسبيه ما بين المعلمين، لانه ما يعني صحيح. ما فيش نموذج اجابه هيقول التعبير الصح او مواصفاته تمام. طيب اتنين مصححين عشان ده يصحح وده يصحح. طب لو الاتنين اختلفوا بنسبه كبيره اعلى من درجه، يعني واحد قال 8 والتاني قال 5، يقوم واخدين الورقه دي تاني يبعتها له مصحح تاني تالت يفصل ما بين الاتنين. ده قمه العداله والموضوعيه في امتحانات الثانويه العامه. وفر قد ايه بقى قصه المسح الضوئي ده من كوادر وجهد وفلوس؟ انت بقى ما عادش عند حضرتك بقى كميه المصححين اللي كانت موجوده، النقل واللوجستيات اللي كانت بتاخد الاجابات وتنقلها وتوديها وتطلع على مقر المصححين، وممكن في يحصل تلاعب في النتائج، يحصل تلاعب في الورق اللي موجود. هو المسح ده موجود في كل مدرسه؟ موجود في المراكز، في مراكز معينه على مستوى الجمهوريه. يعني انا في منطقه معينه كل مدرسه هتودي للمنطقه بتودي للمنطقه دي، بتودي للمنطقه دي ويشتغل الماسح الالكتروني. طب الماسح الالكتروني او زي ما نقول سيستم التصحيح
ده عمل لنا ايه؟ كل ما كنا بنقلل كان كل حلمنا تقليل العنصر البشري في امتحانات الثانويه العامه، لان بطبيعه الحال العنصر البشري بيصيب ويخطئ. طيب لما هنقلل العامل البشري، الماسح الضوئي والتصحيح الالكتروني مستحيل يبقى فيه غلط. هتقولي طب طالما ما فيهوش غلط احنا بنعمل ليه تظلل من طلاب الثانويه العامه؟ ما هو برضك رغم ان انا عندي تصحيح الكتروني زي الاله الحاسبه كده، عمرنا ما كتبنا على الاله الحاسبه في يوم الايام واحد بلس 1 بلس 1 ايكوال 2، عمرها ما جابت 3 ابدا. نفس الحكايه في التصحيح الالكتروني، ما فيهوش غلط، لكن ممكن طالب ورقته ما تكونش هي دي. حطينا احنا اعتبار لفكره ان ممكن طالب ورقته تضيع وما تكونش دي اجاباته، وبالتالي ممكن يعمل تظلم. لما يجي يطلع على ورقه الاجابه وورقه الاسئله بتاعته يكتشف ان هي مش بتاعته. تمام؟ او حصل اختلاف، او ان احنا شلنا كراسه اجابه بتاع طالب حطيناها، ما هو بيحصل تلاعب في نتائج الثانويه العامه ازاي؟ صحيح. حد ما عندوش ضمير، وده الاقليه برضك مش هقول المقدار، عارف ان الطالب ده شاطر ومتفوق وهو متوسع على حد داخل اللجان، فبيقطع من نص كراسه الاجابه عدد من الاسئله ويشيل من ده ويحط عند ده. وبالتالي ميزه التظلم انت ممكن ده، لان الطالب بيجي يطلع على ورقه الاجابه والاسئله، فلو حصل تلاعب هيبان قدام الطالب في ازاي. وكل ورقه مكتوب فيها رقم الجلوس ومكتوب فيها اسم الطالب ومكتوب فيها كده؟ لا مش كل ورقه، بس ايه بقى عملنا ايه السنه دي في الوزاره؟ الوزاره عملت ايه؟ عملت حاجه مهمه جدا برضك، ودي تحسب للوزاره والدكتور وضح جاد. قال لك انا عشان امنع التلاعب بنتائج الثانويه العامه انا هعمل باركود لكل طالب على مستوى الجمهوريه، ويتحط الباركود ده في ورقه الاجابه ورق في البابل شيت وورقه الاجابه بتاع الاسئله المقاليه، هيبقى فوق وتحت، وبالتالي انا بضمن له حقه في التظلم من التصحيح بالباركود ده. خلاص لو حد فكر ان هو يتلاعب بنتيجه الثانويه العامه فقطع من كراسه اجابه شاطر طالب وحطها في كراسه اجابه طالب خايب او مش شاطر، هنعرف الكلام ده، هنعرف من خلال باركود. والطالب وهو جاي يبص في تظلمه هيبص مش هيلاقي ان الباركود اللي في ورقه الاجابه بتاعته دي هي مش الباركود بتاعه، وبالتالي هيبان التلاعب اللي كان بيحصل في الثانويه العامه. طب ايه الاجراءات الاحترازيه المهمه اللي اتخذت السنه دي؟ شوف حضرتك، كان في زمان بنسمع طول عمرنا عن لجان اولاد الاكاب، اللي هي كانت لجان معينة على مستوى الجمهورية موجودة ومعروفة، بيجي ولاد الأكابر زي ما احنا مسمينها يعني أصحاب النفوذ والسلطات يحولوا من محافظة لمحافظة للجنة دي بالأخص، لأنها معروفة أن هي سداح مداح، والمعلم وهو رايحها عارف أن هو لو قال بم مش هيروح بيته، بنتكلم بشفافية ووضوح. طب الدكتور رضا عمل إيه؟ قال لك ما فيش تحويلات، كانت التحويلات دي ما بين المحافظات عادي ومدير الاداره يأشر عليها ومدير المديريه يوافق عليه. الدكتور رضا حجازي قفل تماما لجان اولاد الاكابر في الثانويه العامه، وعمل ايه؟ التحويلات من خلال لجنه مشكله داخل الوزاره برئاسه الوزير. ادى قفلنا باب اولاد الاكابر. طيب كان في لجان على مستوى الجمهوريه معروفه بحاجتين، اما الغش الجماعي او الشغب، وبالتالي برضك المعلم اللي رايح عارف ان دي لجان فيها شغب ومشاكل، واولياء الامور مستنيين المعلم من بره، واللي بيتكلم بيتبهدل وكلام من هذا القبيل. ام الدكتور رضا لقى رصد كل لجان الغش الجماعي والشغب وقفلها تماما، مش هيحصل السنه دي ولا امتحان في اي لجنه من اللجان دي. النقطه الثالثه والمهمه، لاول مره بنحط كاميرات مراقبة في كل لجان الثانوية العامة لرصد أي مخالفات داخل اللجان، سواء من المراقب أو من الطالب، لأن ممكن المراقب برضك يخلي اللجنة سداح مداح، برضك يبقى بقى ده تحت أعين وزارة التربية والتعليم. والطلبة داخلين هيبقى في جهاز على باب المدرسة بيلقط أي طالب معاه أجهزة تساعد على وسائل غش، وليكن المحمول او اي حاجه او الساعه الالكترونيه بالظبط كده. النقطه الثالثه المهمه لازم نوضح للناس ان الوزير السنه دي اعلن ان هو هيفعل القرارات بتاع حرمان الطلبه من الامتحانات في حاله الغش. احنا عندنا قانونين
لو انا قلت لهم لحضرتك انت هتتخض من العقوبات اللي موجوده لطلاب الثانويه العامه. في احد تقريبا احد العقوبات سجن تقريبا. طبعا ايه بقى عندنا قرار وزاري رقم 35 ل 2018 وبعد كده اتعدل في 2020. القرار الوزاري الاولاني ده بيقول ان الطالب اللي اذاع او نشر او طبع او ساعد في الغش كل ده بيتلغي امتحانه مش في الماده بقى في كل المواد. والدور الذي يليه يعني نقول من الاخر ان الساعه ضاعت على السنه خلاص خلاص بما فيها استخدام الموبايل بما فيها الاعتداء على احد الملاحظين او اللجان بما فيها ان انت تحاول تهرب بورقه الاجابه او تتلفها او الكلام ده كله. طيب ويحق بقى في نفس القانون ده يحق كمان للوزير المختص او المحافظ في حال ان هو يشوف ان الطالب ده عمل يعني جرم جسيم قوي ليتناسب مع فكره الطالب ان هو يحرمه من السنه اللي بعدها. يبقى احنا عندنا سنتين الطالب ايه محروم فيها. ده عقاب شديد. لا امر حمى عدلين في 2020 ان ده موجود ولكن كمان الورق يتحول الطالب يتحول للنيابه فيحصل على ايه بقى؟ لا الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن سبعه. هذا المستقبل ضاع. وغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه فانت خربت بيت ابوه. طب والمراقب او المعلم او اللي يتجاوز؟ اي مراقب او معلم بيتجاوز في امتحانات الثانويه العامه او اي امتحانات بيتحول على طول لشؤون قانونيه وبيتم حرمانه من دخول الامتحانات وبيدن مجازات. طيب سريعا جدا هل السنه دي هيبقى الامتحانات بنظام الاوبن بوك او الكتاب المفتوح؟ السنه دي الامتحانات بنظام الاوبن بوك. الاوبن بوك بالنسبه للطلبه عشان تبقى فاهمه مش بتخش بالكتاب لان ما عادش وزاره التربيه والتعليم بتطبع كتب خاصة التابلت عاد موجود مع طلبه الثانويه العامه بدءا من اولى ثانوي وبالتالي عليها المناهج بتاعتهم والدروس بتاعتهم. لكن من خلال كتيب السنه اللي فاتت عملت وزاره التربيه والتعليم في المبادئ والقواعد والقوانين الاساسيه للماده فبيديك الكتيب بتاع المفاهيم ده. كتيب المفاهيم ده حضرتك بتستلميه من المدرسه او بيتوزع مع الطلبه مع ثلاث حاجات وانت داخل الامتحان. الطالب بتاع الثانويه العامه وهو داخل هياخد البابل شيت، كراسه الاسئله، كراسه الاجابه على الاسئله المقاليه. يخلص دول يلاقي المراقب بيديله كمان كتيب المفاهيم اللي فيه النظريات والقوانين المهمة المتعلقة بالمادة اللي عليها النهاردة. على الطالب بقى ان هو قبل ما يخرج من اللجنة هو بيسلم كراسات الإجابة والأسئلة يسلم كتيب المفاهيم لأن بيتم تخزينه تاني وتوزيعه على الطلبة في السنوات القادمة. على أي حال احنا عندنا 13 قرار تقريبا هم اللي يعني فصلوا أو شكلوا شكل الثانوية العامة الجديد. احنا كنا زمان بنشتغل بنظام التابلت، النهاردة هنرجع للنظام الورقي ولكن بشروط تانية خالص وبشكل تاني خالص. اتكلمنا عن هذه التغييرات واتكلمنا أيضا عن العقوبات اللي ممكن أي طالب يعني لو تجاوز في حق اللجنة أو المدرسة ممكن يتعرض ليها. اتكلمنا عنها بالتفصيل الأستاذ محمد الشرقاوي الصحفي المتخصص في ملف التعليم اللي نور النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك يا صباح الخير. شكرك يا فندم على وجودك معنا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معنا. بطبيعه الحال مباراه الذهاب تختلف كثيرا عن مباراه الاياب، ولما نقول ان فريق كره القدم بيلعب على ارضه وسط جمهوره الموضوع بيختلف. عشاق الكره المصريه النهارده كلهم بينتظروا مباراه الاياب ما بين فريق النادي الاهلي وفريق الرجاء المغربي وده في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الأهلي بيشعر بالطمأنينة وده بعد ما أنهى مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-0 لصالحه. ده حقيقة مصطفى، يعني في الحقيقة الأهلي في المباراة دي محتاج إن هو يتعادل بأي نتيجة أو لأسوأ ظروف إن شاء الله ما بيبقاش فيه خسارة، لكن لو في خسارة تبقى بهدف واحد بس عشان يقدر إن هو يتأهل لدور نصف النهائي. وهنعرف تفاصيل أكتر بقى عن هذه المباراة المهمة جدا اللي كلنا مستنيينها، مباراة العودة، من ضيفنا محمد جمال الناقد الرياضي. صباح الخير عليك وأهلا بيك. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا. شايف إزاي نتيجة اللي عملها النادي الأهلي في مباراة الذهاب نتيجة مطمئنة؟ هل هو بالفعل قادر أن هو يتأهل على الفوز من داخل المغرب وسط جماهير الرجاء المغربي وعلى أرضهم ووسط جمهورهم، وخصوصا أن المغرب عارفين أن هم يعني بيعشقوا الساحرة المستديرة زينا بالظبط؟ بص دايما من الأهم في ليك في ربع النهائي أو نصف النهائي أنك أنت تعدي المباراة بتاعت الذهاب على أرضك
بدون ما يدخل فيك اهداف، وده يمكن كان اول تجربه ناجحه للنادي الاهلي في مباراه الذهاب انك تقدر تحافظ على شباك محمد الشناوي نظيفه، وده اللي خلى محمد الشناوي تالق بشكل كبير فعلاً. كبير دايما بيظهر بشكل كويس جدا في مباراه الذهاب، ودايما هو لعيب كبير، هو كابتن النادي الاهلي، فلازم يظهر بشكل كويس طبعا في المباريات الحاسمه. الاهلي دايما في المباريات الاقصائيه مختلف تماما عن مباريات دور المجموعات. يمكن الاهلي في دور المجموعات الموسم الحالي كان الموضوع صعب، الناس كلها كانت بتتكلم ان الاهلي بعيد، وكانت المنافسه مع الهلال وصن داونز، الاهلي خسر من صن داونز 5، خسر من الهلال في الذهاب 1-0، فالناس كلها كانت شافت النادي الاهلي ممكن البطوله دي ما يبقاش هو قوي، لكن النادي الاهلي في الادوار بقى الحاسمه بدايه من دور الثمانيه بيظهر النادي الاهلي اللي دايما منافس على البطوله وفريق صعب. يمكن فوزك 2-0 على ارضك وسط جماهيرك بيسهل عليك المهمه شويه، لانك انت هتلعب الرجاء في ارضه، لكن هو مضغوط متاخر بفارق هدفين، محتاج يجيب 3 اهداف عشان يكسب النادي الاهلي. لو الاهلي دخل جول في مرمى الرجاء هيكون انهى الامور بشكل تام. كل الوقت بيعدي على فريق الرجاء وهو لسه متعادل قدام النادي الاهلي او متاخر في النتيجه قدام النادي الاهلي هيكون الموضوع خلصان بشكل اكبر. اعتقد ان التحضير اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي تحضير كويس جدا، تحضير جيد للمباراه. بشوف النادي الاهلي يمكن خلاص وضع قدم بشكل كبير جدا في مباراه نصف النهائي، واعتقد هيكون النصف النهائي قدام كمان نادي الترجي التونسي. اعتقد يمكن طريق الاهلي صعب الموسم الحالي، ولكن يظل النادي الاهلي منافس مباشر على لقب دوري الابطال السنه دي، ويمكن هو الاقرب بشكل كبير جدا، تخطى 80% على حساب نادي الرجاء. طب ايه العناصر اللي موجوده النهارده معانا في نادي الاهلي؟ هل احنا مطمنين ولا محتاجين ان احنا نقلق؟ وهل كولر هيلعب بنفس التكتيك اللي لعب بيه لما لعب على الارض هنا ولا هيغير؟ بص، هو الاهلي ما فيهوش غيابات غير عمرو السوليه، هو بس اللي مصاب، يمكن كمان رامي ربيعه، ولكن هو انت عندك بتتكلمي في محمد عبد المنعم ومحمود بتولي موجودين في بشكل اساسي، فرامي ربيعه غيابه مش هيكون مؤثر للنادي الاهلي. بشوف ان كولر خلى لعيبه النادي الاهلي ما فيهاش الغياب المؤثر، هو راجل عمل الروتيشن بشكل كويس جدا في ماتشات الدوري، كل اللعيبه بتشارك بشكل كويس، كل اللعيبه بتظهر بشكل كويس، فده بيخلي ان عندك اكتر من بديل في اكتر من مركز، انت ما بتحسيش ان في غياب في النادي الاهلي، مش اللعيب الاساسي اللي هيغيب اللي انت هتشعر بغيابه. يمكن ده بيبقى في مركز واحد بس في النادي الاهلي وهو علي معلول، مركز زر الايسر، لان النادي الاهلي ما عندوش باك ليفت بديل في الفتره الحاليه. ولكن لو كهربا مش موجود بتلاقي محمد شريف موجود وبيسجل في بطوله الدوري. لو في وسط الملعب لعيب غايب زي عمرو السوليه هنقول مروان عطيه هيدخل او حمدي فتحي هيدخل مع ديانج هيدخل، فمش هتحس بفرق كبير جدا في تشكيله النادي الاهلي. يمكن تشكيله النادي الاهلي النهارده من معلوماتي يعني في مباراه الرجاء يكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، محمد عبد المنعم، محمود متولي في قلب الدفاع، وسط الملعب الثلاثي ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه، والثلاثي الامامي حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا. التغيير الوحيد اللي ممكن تحدث في الموضوع ده هو جلوس حسين الشحات على دكه البدلاء والدفع باحمد عبد القادر في التشكيل الاساسي. يمكن ده حاجه مش اللي هي الاقرب، ولكن الاقرب بيرسي تاو، كهربا، وحسين الشحات. تفتكر كولر هيعمل خطه مختلفه؟ ما اظنش. كولر لازم ينزل بيلعب قدام الرجاء بشكل شكل النادي الاهلي الطبيعي الكلاسيكي التقليدي القديم. لازم، دي مباراه 90 دقيقه، مش محتاج انك تتراجع قدام الرجاء وقدام جماهيره. انك لو تراجعت لمناطق المناطق الدفاعيه بتاعتك هيكون الموضوع صعب جدا عليك، لانك ضغط من اول دقيقه لاخر دقيقه هيدخل فيك هدفين. انت بتتكلم في ماتش كبير جدا، الرجاء لو حتى لعيبه ناقص خبرات بشكل كبير جدا في فريق الرجاء، عندهم بعض المشاكل الفنيه كده جوه الملعب، عندهم مشاكل فنيه مع منظر الكبير كمان المدير الفني ودي زاره بشكل كبير جدا، وكل التقارير الصحفيه المغربيه اتكلمت عنها، كان ابرزها امبارح استبعاد محمد النهيري لاعب من نجوم نادي الرجاء بسبب مشكله مع منظر الكبير المدير الفني. يمكن عندهم مشاكل كبيره جدا، ولكن مباراه على ارضك وسط جمهورك بتخليك عندك دوافع بشكل كبير جدا انك انت تحاول تسجل اهداف حتى في بدايه المباراه. روشته النادي الاهلي النهارده عشان يتاهل من المغرب محتاج في اول ربع ساعه ما يدخلش في مرماه اي اهداف، ويحاول اكبر وقت ممكن من المباراه ما يدخلش في عدد اهداف، هيكون الموضوع سهل جدا للنادي الاهلي. طيب شايف ازاي يمكن قبل كولر كان حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا كان عليهم علامات استفهام، النهارده احنا قادرين نشوف تطور كبير قوي في ادائهم، قادرين نشوف لعب حلو قوي قوي مع كولر، فشايف ازاي التطور اللي هم فيه هم الثلاثه بالذات؟ مش بس علامات استفهام، الثلاثه كانوا بعيد جدا جدا عن كل حاجه. يمكن كهربا كان النهارده طبعا كهربا كان بعيد خالص، الراجل كان موقوف فتره كبيره جدا تخطى 6 شهور، انه يرجع بالفورمه دي ده مدير فني. ما بيرسي تاو لعيب اول قائمه الراحلين، لعيب كان النادي الاهلي بيدور على عروض، لعيب كان بيتصاب كل اسبوع بيتصاب في النادي الاهلي، اتقال عليه صفقه فاشله. الراجل كولر رجعه تاني من جديد، رجعه تاني يكون حاسم في تشكيله النادي الاهلي، رجعه ان هو يكون مميز ومؤثر في تشكيله النادي الاهلي، محافظ عليه الروتيشن بشكل كويس جدا معاه. حسين الشحات بعد حسين جايب رقم كبير جدا جدا للنادي الاهلي،
لعيب مميز جدا، لعيب كان جاي منتخب مصر، لعيب كان جاي بيلعب في مصر مقاس بشكل كويس في ملاعين الامارات بشكل محترم جدا، يمكن جاله فتره بعيد جدا عن مستواه، كان محتاج مدير فني يرجعه، يمكن كولر رجعه. مش بس ده، بص برده على عناصر ثانيه، كولر طور من مستواه، محمد هاني اتطور جدا جدا مع مارسيل كولر، محمد عبد المنعم اتطور جدا مع مارسيل كولر، يمكن كمان وسط الملعب لو اتكلمت على مروان عطيه، طريقه الدفع بمروان عطيه طريقه نجحت مروان عطيه مع تيم النادي الاهلي، يمكن لعيب جاي من الاتحاد السكندري ما عندوش خبرات خالص مع الفرق الكبيره زي النادي الاهلي، بجماهير الاتحاد فريق كبير جدا وعنده جماهير كويسه جدا، ولكن انا بكلمك بقى على الضغوطات. طب ايه السر في كولر يعني؟ هل دور هو الابطال؟ لا، مدرب بيعرف يتكلم عليه بشكل كويس جدا، مصاحب اللعيبه بشكل كويس جدا، طريقته اللي هي السلسه بتاعه الضحك ولكن شديد طبعا في شغله، لكن طريقته دايما قريب من لعيبه النادي الاهلي، فده اللي مخليه ناجح بشكل كويس، بيدي الثقه للاعبين ان هو قرار قراره، وده دايما النادي الاهلي ناجح فيه، حته انك انت قرار قرار مدير فني مش قرار اداره. يعني لو دلوقتي اللعيب ده ابرز لعيب بالنسبه للاداره، ولكن المدير الفني قال اللعيب ده انا مش محتاجه، اللعيب ده مش هيكمل ساعتها في صف النادي الاهلي، لان القرار بيبقى في الاول وفي الاخر قرار مدير فني، وده اللي المدير الفني موصله للعيب انه القرار قراري، اي لعيب مستبعد انا اللي مستبعده، انا اللي هتحمل النتيجه الفشل او الخطا، ما انا ما حدش هيشيل الموضوع غيري. فده اللي مخلي لعيبه النادي الاهلي كل تركيزها لارضاء كولر، انها تظهر قدام كولر بشكل كويس، وده اللي بتشوفه كهربا لما بيخرج بينزل محمد شريف، كهربا ما بيزعلش انه خارج دكه، بتشوف عمرو السوليه لما بيقعد، او حمدي فتحي اللي هو من احد نجوم النادي الاهلي الفتره اللي فاتت لما بيقعد دكه المدرب ما بيتكلمش، بالعكس لما بينزل بيسجل زي اللي حصل قدام نادي الرجاء. طب الجانب الاخر، الرجاء المغربي كيف استعد؟ ابرز العناصر، شايف التشكيل بيهدد النادي الاهلي في اي منطقه تحديدا؟ كلمنا يعني عن الرجاء. بص، الرجاء عنده مشكله ممكن تتلخص في تصريح منذر الكبير امبارح. ازاي مدير فني يلعب قدام النادي الاهلي اللي هو اكبر بطل لفريق، اكبر فريق واخد بطوله دوري ابطال افريقيا اخر سنه، اخر 3 سنين موجود في الفاينل، وانك تكون مش متابعه، دي لوحدها تقول لك ان لعيبه نادي الرجاء مع منذر الكبير اعتقد عندهم ابعاد كتير جدا صعبه. لما تبص انه يتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي يقول النادي الاهلي دخل في مرمى عدد اهداف كبيره منها 5 في صن داونز، ده كلها شفناها، وثلاثه من المصري. هو ده يقول لك ان هو مش بيتفرج، النادي الاهلي ما لعبش النادي المصري، هو بس بيبقى على الابلكيشن بتاع اللي هو النتائج بتاعه الماتشات، ان الاهلي ما لعبش الدوري المصري في كاس الرابطه، فطالما يعني ما لعبش فبيبقى النتيجه بتحتسب 2 او 3-0 للفريق التاني، ده نتيجه اعتباريه يعني مباراه ما تمتش. يعني هو دخل على جوجل سرش من الاخر. فلما توصل لكده ده اعتقد صعب جدا، انت المفروض انك بتكون بتلعب النادي الاهلي في دور ربع النهائي انك تكون اتفرجت وشاهدت بس وتابعت. هو برده الاهلي انسحب من المباراه فهم اعتبروها ثلاثه، فاهم قصدي؟ لا، هو بيقول النادي الاهلي بيدخل في مرمى اهداف كتير منهم 5 في صن داونز وثلاثه في المصري، بس مجمل الارقام ايه في الاخر؟ ما دخلش اهداف فيه، هو الماتش ما تلعبش اصلا، الماتش ما تلعبش، الماتش ما تلعبش اصلا، هو النادي الاهلي اصلا مش انسحب، نتيجه اعتباريه في كاس الرابطه. وهو قال ان يعني ان الماتش ده، الماتش ده دخل فيه اهداف كتير، فاحنا في شهر واحد دخل فيه 5 بطولات. تصريح زي ده الصحافه المغربيه علقت عليه؟ اه طبعا. قالت ايه الصحافه المغربيه؟ مش متابع طبعا. لا مش متابع، اتهمته بالتقصير. اه طبعا، لا طبعا ما مش متابع، دي حقيقه يعني بتكلم فيها. لا ده حقيقه، انت المفروض تكون متابع النادي الاهلي اكتر من كده. النادي الاهلي هو فريق دايما المنافس الاول على دوري ابطال افريقيا، فريق هو واخد 10 بطولات دوري الابطال، اخر 3 سنين موجود في المباراه النهائيه منها بطل مرتين، المره الثالثه كان موجود قدام الوداد، 3 سنين ورا بعض ده يربك صفوفهم، تصريح زي ده. لا، ومشكله زي محمد النهيري دي برضه مشكله كبيره جدا، انك تستبعد لاعب بسبب مشكله معاك قبل مباراه حاسمه قدام النادي الاهلي، اعتقد ده برضه ازمه كبيره جدا جوه نادي الرجاء. نادي الرجاء من الفرق اللي قدمت دوري ابطال افريقيا مثالي في دور المجموعات، 16 نقطه تصدر مجموعته، يمكن في الدوري المغربي بعيد شويه، ده اللي كان بيخليني اقول ان النادي الاهلي ممكن يصعد على حساب الرجاء. الرجاء مش زي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان اقوى بشكل كبير جدا مع رشيد الطوسي، كان فريق قوي جدا. يمكن دلوقتي الرجاء فريق قوي، ولكن انا بشوف من وجهه نظري محتاج بعض التعديلات على المستوى طبعا الجهاز الفني. مين اللي اقرب للحسم، الاهلي ولا الرجاء؟ وهل الاهلي هيبتدي المباراه ضاغط ولا بيدافع؟ توقعت انا توقعت النادي الاهلي هيحاول يبدا المباراه واخد زمام الامور زي ما الرجاء عمل كده في بدايه اللقاء. بشوف النادي الاهلي النهارده قادر يسجل هدف في مرمى الرجاء على ملعب محمد الخامس، لو النادي الاهلي النهارده استطاع فعلا تسجيل هدف اول نص ساعه من المباراه هيكون المباراه بعد كده كلها لصالح النادي الاهلي. ولو يعني لو لا يحافظ على قد ما يقدر النادي الاهلي ما يدخلش في مرمى اي هدف. خلي بالك لو عديت اول 45 دقيقه وما دخلش في مرماك اي هدف انت خلاص بتحط ضغط كبير جدا على فريق الرجاء انه محتاج يسجل فيك هدفين في شوط واحد. مش خايف من عامل الجمهور والارض؟ اعتقد خبرات لعيبه النادي الاهلي دلوقتي كبيره جدا، انت بتتكلم زي ما بقول لك بطل افريقيا، لعيبه موجوده مع بعض بقى اكتر من 4-5 سنين، عندهم خبرات كبيره جدا تؤهلهم ليه ان هم لعبوا قدام الجماهير دي بشكل كبير جدا. ثانيا، جماهير الرجاء دايما من الجماهير اللي بتشجع فريقها بس، يعني هي بتدي قوه
وحماس وروح لفرقتها، مش من الفرق اللي هي اللي تبقى خايف وانت بتلعب قدام فريق رجاء، لا فريق قوي جدا جماهيريا ولكن في صالح فريقه، يعني مش الفريق اللي هو يحط عليك ضغوطات وخوف وانك تبقى قلقان، لا هو دايما رد فعله لصالح فرقته ان هو بيشجع فرقته. فاعتقد دي اجواء مثاليه لكره القدم، والمغرب الفتره دي بتعيش افضل حالاتها في كره القدم. بتكلم على منتخب المغرب وصل سيمي فاينل كاس العالم، بتكلم على الوداد بطل دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، بتكلم على ان الوداد والرجاء موجودين لحد دلوقتي في ربع النهائي، يمكن الوداد صعد بالامس لنصف النهائي وهيواجه فريق قوي جدا زي صن داونز. بقول صن داونز خلاص حسبها لانه كسبان 4-1 في شباب الوداد في الجزائر. فيمكن المغرب بتعيش فتره ذهبيه في تاريخها في كره القدم، فالاهلي رايح يلعب في اجواء مثاليه وخبرات لعيبه النادي الاهلي كبيره، فاعتقد ده شيء ما يخليش لعيبه النادي الاهلي انها تتاثر بالشكل الكبير ده. بدليل لعيبه الرجاء ما كانتش متاثره في استاد القاهره وسط حضور الجماهير بشكل كبير وتشجيعها للنادي الاهلي، لكن دايما ده بيبقى بالنسبه للعيب الكوره وجو مثالي للكوره. الرجاء حاول على مرمى النادي الاهلي كتير جدا اللي هو تالق محمد الشناوي. على اي حال خلينا يعني ننتظر. انت توقعاتك النتيجه ممكن تبقى كام؟ تعادل. اعتقد النادي الاهلي هيسجل النهارده هدف، واعتقد الرجاء ممكن يسجل هدف. وفي حال حصل حاجه زي كده النادي الاهلي ارض يتعادل طبعا، يتأهل النادي الاهلي النهارده. الفوز باي نتيجه يؤهله، الخساره بفارق هدف يؤهله، الخساره حتى 2-0 توديه لوقت اضافي وركله ترجيح. على اي حال خلينا ننتظر هذه المباراه، ربما مباراه يعني النادي الاهلي بيلعب فيها وهو مطمئن نسبيا. المباراه اللي لعبها النادي الاهلي في القاهره سجل هدفين، ننتظر ايضا اداء مشرف من لعيبه النادي الاهلي امام فريق الرجاء المغربي. كل الشكر ليك الناقد الرياضي محمد جمال، حللت معانا واتكلمت معانا، وننتظر ايضا المباراه اللي ان شاء الله نحتفل فيها بالفوز او التعادل للنادي الاهلي فيها ان شاء الله باذن الله مساء هذا اليوم. شكرا جزيلا. شاهدينا دقت ساعه 9 موجز لاهم واخر الانباء مع هاله، تفضلي هاله. شكرا بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة. وشملت جولة الرئيس السيسي التفقدية مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أحياء مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة. كما تفقد الرئيس السيسي سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات لنقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل. قالت وزارة الخارجية في بيان إن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان وصل إلى 6399 مواطنا حتى الآن. وأوضحت الخارجية أن مصر نجحت أمس في إعادة 454 مواطنا مصريا من السودان عبر الإجلاء البري، و618 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطنا. وأضافت الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 4 طلعات جوية أمس ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 27 طلعة جوية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على بلاده التحرك سريعا لمواجهة ما أسماه العدوان الاقتصادي الغربي. وقال بوتين أثناء اجتماع لمشرعين روس إن موسكو ستوسع علاقاتها التعاونية مع دول في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وذلك في إطار قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة. قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي إن أوكرانيا تواجه ظروفا خطيرة للغاية، مضيفا أن الأدوات المالية التي كانت روسيا تمتلكها قبل الحرب ومستويات الإنفاق والعقوبات على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن روسيا لديها أموال كافية لخوض الصراع. وفقا للقائد العسكري البولندي فإن كفة كييف غير راجحة بما لديها من صعوبات اقتصادية ضخمة. To potężny kapitał wiedzy i doświadczenia. Odpowiadamy za...
أعلنت المفوضية الأوروبية أن بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين. ووافقت الدول الأعضاء على السماح باستيراد بعض المنتجات من أوكرانيا بدون قيود كمية ورسوم جمركية وبدون عمليات التفتيش الرسمية. وينص الاتفاق على رفع الإجراءات الأحادية الجانب من بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ووضع تدابير وقائية استثنائية بشأن القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس، فضلا عن حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين المتضررين في الدول الخمس. قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ لنظيره الصيني إن الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوض العلاقات بين البلدين، داعيا إلى فض الاشتباك للحفاظ على السلام والهدوء. وتشهد العلاقات بين القوتين الأسيويتين توترات منذ اشتباك شهدته المنطقة أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وما لا يقل عن 4 جنود صينيين في يونيو من عام 2020. وتشكل الخلافات حول حدودهما المشتركة بينهما البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدر توتر مستمر. ورياضيا، يخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية في العاشرة من مساء اليوم، حيث يحل ضيفا على فريق الرجاء المغربي لحساب إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويعد تحقيق الفوز على استاد القاهرة الدولي بهدفين دون رد يتطلع أبناء القلعة الحمراء إلى تجاوز عقبة الرجاء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لمواصلة المشوار في البطولة الإفريقية التي يحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 10 ألقاب. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أيام بتفصلنا عن انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني واللي هتكون في 3 مايو المقبل، وده بحضور طبعا عدد كبير من مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية. ويمكن شفنا على مدار العام الماضي تعاون كبير جدا ما بين كافة الأطياف المشاركة في الحوار الوطني ووجود ثقة متبادلة. صحيح بسنت، علشان كده مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش خلال الجلسات اللي فاتت مجموعة كبيرة من الملفات والقضايا المهمة، ومع قرب انطلاق الجلسة الافتتاحية تم طرح مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة. المتوقع أن يكون في مقترحات تشريعية أو تنفيذية. إيه هي أهمية هذه الجلسات وأهمية عقدها في هذا التوقيت؟ إيه هي الملفات اللي هتتصدر للنقاش في هذا الوقت؟ أسئلة كتيرة جدا هنحاول نجاوب عليها بالتفصيل مع ضيفنا النهاردة في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ أكرم، منورنا كالعادة. وخلينا الأول نفتح مع حضرتك هذا الملف بالتحديد ونتكلم عن أهمية الحوار الوطني. شايف إزاي أهمية الحوار الوطني خاصة طبعا مع انعقاد الجلسات المقبلة؟ وطبعا يعني على مدى سنة اجتمعت الأمانة وتم وضع قواعد كتيرة جدا، في عدد كبير جدا من أحزاب، في عدد من الخبراء والشخصيات العامة. كان في قضايا في بداية طرح فكرة الحوار الوطني، إنه الحوار الوطني في حد ذاته مش غاية، هو وسيلة لجذب أكبر عدد من التفاهمات. معنى إنه النهاردة في أحداث إقليمية، في أحداث دولية، في يمكن حصلت بعد أو أثناء الإعداد للحوار الوطني، بالتأكيد ستكون داخلة في تفاصيل الحوار. إيه السياسة الخارجية؟ إيه السياسة الداخلية؟ فكرة السياسة في مصر والمجال العام وتوسيع المشاركة السياسية، لأنه فكرة الحوار الرئيس لما طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول بلا استبعاد، يعني كل التيارات مطالبة بالمشاركة. وطبعا على مدى السنة اللي فاتت كان في تصورات وجهات نظر، مفترض أنه خلال هذا السنة يكون كل حزب أو كل تيار أو حتى الجمعيات والتيارات الاجتماعية تكون جهزت ملفات مختلفة أو أفكار تقدمها في هذا الحوار. طبعا يمكن خلال الشهور اللي فاتت وعلى مدى السنوات الحقيقة الأخيرة
موجود السوشيال ميديا ومنصات كتيرة، في ناس كتيرة جدا بتطرح آراء ربما بعضها بيبقى ضعيف أو بيبقى مش موثق أو بيبقى خالي من المعلومات أو بناء على معلومات ضعيفة أو كده، ممكن يبقى الحوار فكرة أكتر لأن كل هذه الأطراف تطرح أفكارها وتكون قادرة على تقديم أدلة أو أفكار تكون تقدر تبلور. صحيح. لأنه الآراء تبدو كثيرة لكن الحقيقة يمكن الأمانة للحوار الوطني بلورت كتير من الأفكار، ممكن آلاف الأفكار سواء أفراد أو أحزاب أو تيارات أو جمعيات أهلية، كل حد بيبقى له، ممكن حد يبقى شايف أنه السياسة أو الملف السياسي هو الأساس، ممكن حد يبقى شايف أن الاقتصاد والقضايا الاقتصادية وانعكاسات أزمة عالمية كبيرة موجودة أو حتى تفاصيل ما يجري في الجنوب عندنا أو في الغرب أو في غيره، ممكن يبقى شايف ده. فكرة الحوار أن هي تجمع كل هؤلاء مع بلورة نقاط تقدر توصل لنقاط تفاهم. الأمر الأهم هنا في رأيي أنه بناء الثقة، طالما الثقة قامت بين التيارات المختلفة من ناحية والدولة من ناحية أو بين التيارات وبعضها، أعتقد أن سيكون هناك إنجاز أكتر لفكرة الحوار. طيب إحنا اعتدنا أن الحوار الوطني دايما بيبقى ليه يعني نوع من أنواع الملف اللي بيسيطر على جلساته، يعني كان في جلسات أو كان في مرة طلع على قصة حقوق الإنسان وما يحدث في مراكز التأهيل والإصلاح والسجون وخلافه، بعد كده كان المؤتمر الاقتصادي والقضايا الاقتصادية وخلافه. هل سيكون الملف السوداني هو المسيطر بكل تداعياته وتلاوينه وتأثيره على الداخل المصري وتأثيره على السياسة الخارجية المصرية؟ عن الحدود المصري طبعا. بالضبط. ونستمع لكل الآراء فيما يتعلق بهذا الأمر، هل سيؤثر وجود هذا الملف على فكرة الحوار الوطني؟ بالتأكيد كل التخيرات اللي حصلت والتحولات اللي حصلت ستكون مسار نقاش، لكن خلينا نقول أنه الحوار ربما يكون في تصوري الخاص أنه بداية ما هوش نهاية، بمعنى أنه حتى مع نهاية الحوار وجود توصيات زي ما انتم أشرتوا، مثلا كان التوصية الخاصة بإعادة الإشراف القضائي الكامل، عارفين المفوضية وفي الدستور في فترة لانتهاء الإشراف القضائي، النهاردة تم إقرار والحياة الدولة استجابت، فكرة إطلاق المحبوسين ومشاركة بعضهم، مش بس إطلاقهم، إطلاق اللي هو من خلال النيابة أو من خلال الرئيس، سلطات الرئيس، ده بنى جزء من الثقة. الجزء الخاص البعض يرى انه الملف السياسي والمشاركه وازاي نجيب الخبراء وازاي نتكلم في البحث العلمي مثلا او في المستقبل، لكن الاساس هو فتح باب المشاركه بشكل واسع، ازاي ممكن يبقى في توصيات لي ازاي نقدر ندير حوار اوسع فيما يتعلق بالمستقبل، ممكن توسيع المجال العام، ممكن المشاركه السياسيه، ممكن زي ما انت اشرت ممكن الاقتصاد بيشغل بال ناس كتيره جدا وما زال، انه في قطاع هيبقى مهتم بالاقتصاد، في الجزء الاجتماعي، القضيه السكانيه على سبيل المثال، قضيه التنظيم، انت اشرت النقطه مهمه جدا في ملف السودان، في جزء يمكن السوشيال ميديا على مدى السنوات اللي فاتت بتاخد مجالات، في ناس النهارده بيطلعوا يصدروا احكام ممكن يبقوا ناس كبار ولديهم افكار، هذا الشخص ربما لو دعيته للحوار الوطني قد يتردد، لكن إذا هو دخل بآرائه دي فيما يتعلق بالقوة المختلفة أو إدارة النفوذ في المنطقة أو أن مصر على مدى العشر سنوات اللي فاتت ما الذي واجهته وما الذي كان يمكن أن يحدث في حال عدم اتخاذ إجراءات مختلفة، يعني إحنا مصر إذا كنا بنتكلم على عشر تحديات تقريبا أو أكتر واجهناهم، الإرهاب النهاردة اللي هو في العريش واللي انتهى وبدأ فيه النهاردة احتفالات و حياة طبيعية بترجع، ده جزء مهم قوي فيما يتعلق بملف الشرق، ملف الغرب زي ما انت بتتكلم في السودان، ده جزء من ملف السياسة الخارجية، في جزء منه ظاهر وفي جزء منه يتعلق بسياسات الدولة المختلفة، ازاي هنقدر ندير ده او ازاي هنقدر نحكم على ما يجري في السودان النهاردة واحنا ربما بعض الناس ما عندهاش دراية واضحة بهذا الملف وما يجري والعلاقات بين التيارات. موقف مصر واضح في هذه القضية أنه لا تدخلات خارجية وأن ده قضية داخلية وأنه مصر حريصة على إبعاد التدخلات الخارجية، التدخلات الخارجية بتؤدي إلى تعقيدات في المشهد، بعض الناس ربما بينظروا إلى جزء بس، كتير من التفاصيل نوع من الفتن، نوع من إثارة النعرات، نوع من إثارة الطائفية وخلافات، هذه الخلافات طبيعية ولا ممكن تكون مصطنعة
ووراءها تيارات او اتجاهات لايقاع الدول العربيه والشعوب العربيه في بعضها، وده حادث جدا. فدي كلها اعتقد قضايا ممكن تبقى مطروحه في الحوار دلوقتي، لكن الاساس هنا هو الانطلاق من انه يبقى كافه التيارات قادره على طرح وجهات نظرها بالشكل اللي يدي فرصه للاستماع للراي الاخر، وفي نفس الوقت الاستناد الى معلومات، لانه حتى شكل السياسه، حتى شكل التحالفات السياسيه، السوشيال ميديا وما يجري في العالم، في تحولات حتى في شكل الاحزاب، ما عادتش هي الاحزاب التقليديه بتاعت زمان اللي مستنده لقضايا هادئه اكثر او غيره. اعاده البناء في النفوذ في العالم، تتكلم على السياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه النهارده شديده التعقيد، لانه طبعا ما يجري في حرب الروسيه الاوكرانيه، ما يجري المنافسه التجاريه بين الغرب وبين الصين، او العلاقه التجاريه النهاردة الاقتصاد والثروات، هي ما يجري في السودان ربما يكون انعكاس لبعض الطموحات والأطماع اللي موجودة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. التيارات الرغبة في إنه الأمور تستقر أكتر في السودان، ده متصل بملفات سياسة خارجية زي سيكون جزء مهم بالتأكيد من الحوار الوطني، لكن الجزء الأهم في تصوري إنه شكل المستقبل هنقدر نعمله ازاي، شكل الاداء السياسي، بدل ما يبقى في مونولوجات على المنصات او المواقع او الفضائيات، يبقى ده مطروح في حوار واضح. وعلى مدى السنه اللي فاتت البرامج، السوشيال ميديا، المنصات المختلفه، القنوات فتحت الباب لاراء مختلفه في السياسه. بنتكلم على قضايا دوليه وقضايا محليه. يمكن المنسق العام للحوار الوطني الاستاذ ضياء رشوان اتكلم عن وجود 19 لجنه هيناقشوا او هيطرحوا قضايا، هيناقشوا اكثر من 113 قضيه بوجه التحديد. شايف اهميه اللجان دي ايه يا فندم لمناقشه هذه القضايا، وازاي بيتم اختيار، خليني اقول، المشاركين في هذه النقاشات والتصويت على التوصيات دي بيتم ازاي؟ هو طبعا تم وضع آليات وقواعد لتحكم الحوار بشكل عام، والأمانة هنا هي جزء منظم، ما هياش مشارك بشكل رئيسي، إن هي بتتلقى الاقتراحات، بتتلقى الآراء، بتتلقى غيره. فاللجان دي أولا الملف السياسي أو الملف الاقتصادي أو الملف الاجتماعي، في لجان مختلف بيديرها خبراء وبيديرها شخصيات عامة وبيديرها أطراف حزبية شاركت وأصبحت النهاردة أطراف فاعلة في هذا الحوار. ففكرة أنه يبقى في هذه اللجان تدير، أولا بتتلقى أفكار كتيرة جدا، يعني آلاف المقترحات تم تقديمها إلى الأمانة العامة، فرز ده وأنه يبقى في تركيز كل ملف في آخر بالملف السياسي. زي ما قلنا الملف الاجتماعي قد يكون مهم جدا بالنسبة لتيارات مختلفة أو آراء مختلفة. اللي بنتكلم فيه النهاردة طول الوقت الناس بتتكلم في التعليم، بتتكلم في الاستراتيجيات، بتتكلم في البحث العلمي، بتتكلم، لكن كمان انشغالهم بالاقتصاد على سبيل المثال، انشغالهم بتوسيع المجال العام والإعلام والسياسة، ممكن يبقى كل واحد ليه اهتمامات أو طرح. ميزة اللجان دي إنها قادرة على تلقي هذه الاقتراحات وفرزها وإعادة توزيعها بالشكل اللي يفتح الباب للحوار مع التيارات المختلفة. طيب يعني مظلات الحماية الاجتماعية المختلفة اللي أطلقتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وخصوصا مع قصة الدولار وارتفاع الأسعار، إزاي ممكن أيضا تلقي بظلالها على جلسات الحوار الوطني، وخصوصا أن الشق الاقتصادي يعتبر من أهم الأفرع اللي لها اهتمام داخل هذه الجلسات؟ بالتأكيد كل اللي حصل خلال السنوات الأخيرة سيكون مسار في، يعني أنا تصوري الخاص أنه إحنا مش هنبدأ من الصفر، أنه من هيبقى يخطئ من يبدأ إنه يتجاهل ما جرى خلال السنوات اللي فاتت. وزي ما أنا أشرت من شوية اللي هو فكرة عاوزين نبص الدولة المصرية واجهت بالتجربة الاقتصادية بالمشروعات القومية بغيره، واجهت قد إيه من تحديات واستطاعت إنها تنتصر عليه. زي مثلا قضية زي الإرهاب، الإرهاب ده فكك دول حوالينا، النهاردة إحنا بنحتفل بإنه في شمال سيناء خالية من الإرهاب، ده جزء مهم جدا. الملف الأمن القومي بشكل عام والحدود وغيره، ده إلى أي مدى جزء الكهرباء وجزء الطاقة وتأمين الطاقة وتأمين الطرق، المحاول، مشروعات الصناعة، الزراعة، زي ما أنت أشرت، لأنه الاقتصاد ما هوش منفصل عن هذه الأشياء. إذا احنا بنتكلم على زيادة الرقعة الزراعية على مدى السنوات اللي فاتت، بنتكلم على
أزمة عالمية طاحنة بتنعكس على كل اقتصادات العالم. الحماية الاجتماعية دي جزء مهم قوي من علاج ده. إذا بنتكلم على أجور أو بنتكلم على تكافل القرامة أو بنتكلم على تحالف الأهلي للجامعات الأهلية وما يقدمه ما حصل في الأجور أو المعاشات أو العلاجات المختلفة بامتصاص هذا. احنا بنتكلم على سنتين كورونا، بنتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية، بنتكلم على ما جرى في الغرب بالنسبة لنا. ولاحظ انه مصر دائما بتهدف الى تقليل الصراعات في يعني مصر بترى طرحها دائما تقليل الصراعات وفتح الباب للمشاركة، وحذرت كتير جدا من هذا الامر. كل اللي حصل ده بالتأكيد اللي بيحصل في ليبيا، اللي بيحصل في السودان، اللي بيحصل في المنطقة من حوالينا، الاختلال ده أثر بشكل رئيس وتداخل مع قضية زي كورونا أو قضية زي الصراعات المختلفة اللي بتأثر اقتصاديا واجتماعيا وعلى سلاسل النقل وغيره. كل دي قضايا أعتقد أنه أي حد ما يقدرش يتجاهل وجودها، ويقدر يتجاهل إزاي الدولة المصرية تعاملت زي ما أنت بتسأل، اللي هو ملف الحماية الاجتماعية ده في حد ذاته النهاردة كل يوم أو كل خلال فترة بيتم إعادة تدوير هذه الإجراءات بالشكل اللي يخفف الأثار. ولازم نسأل إذا الدولة ما اتخذتش هذه الإجراءات كان ممكن الوضع يبقى إزاي؟ كان ممكن الوضع يبقى إزاي في الإرهاب وعدد الناس اللي هيواجهوا ده؟ كان ممكن الوضع يبقى إزاي لو ما فيش ملف في الحماية الاجتماعية؟ ممكن تبقى وبالفعل الدولة بترى انه من حق الناس طبعا تتأثر، ومحدش يقدر ينكر انه في تأثيرات طبعا على الأسعار والتضخم وغيره، لكن كمان ازاي احنا بنعالج ده. طب وانت في الحوار الوطني بما بنتكلم، هتقدر تقيم الإجراءات دي من دون ان تقرأ كل الملف بتفاصيله وتشعباته وتقدر تشوف المعلن والمخفي منه؟ هل هتقدر تقيم السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية اللي حصلت من دون أن تكون مطلع على التأثيرات؟ محدش يقدر ينكر تأثيرات الأزمة العالمية مثلا على الاقتصادات في العالم كله. كل الدول بتتخذ إجراءات النهاردة في محاولة لامتصاص هذا الأمر. هل ده هيكون جزء من الحوار؟ هل ده هيكون اللي بيقيم النهاردة السياسة الخارجية المصرية؟ ما هو واضح منها وما هو معلن دائما في السياسات الخارجية بيكون أقل من الربع بالنسبة لما هو حقيقي فعلا. في جزء دبلوماسي، في جزء معلوماتي، في جزء إدراكك للملف. هل نجاح وتقييم السياسة الخارجية المصرية سيتم بناء على كل هذا الملف وكل هذه الجهود؟ وما لم يتم اتخاذ إجراءات مختلفة فيما يتعلق بالأمن القومي، فيما يتعلق بضبط الحدود، فيما يتعلق بتطوير السلاح وبني النفوذ والحركة، وان يبقى عندك قدرة على التحرك، عندنا قوة معينة رشيدة يعني تحمي ولا تعتدي، لكن في نفس الوقت التطورات اللي حصلت في الأمن القومي المصري وفي زيادة قدرات مصر قادرة على انها تكون جزء مهم قوي من معادلة النفوذ ومعادلة السياسة الخارجية في المنطقة وفي الإقليم وفي المتوسط في كل شيء. ما لم تكن هذه الأشياء حدثت، هل كان يمكن أن تكون مصر قادرة على التفاعل في ده؟ بعض الناس بينظروا أنه ممكن يبقى بيقلل من إحنا كنا قادرين ولا مش كان قادرين، لكن أنت بتقيمها في الشكل العام وفي قدرتك على التأثير. هذا التأثير ليس تأثيرا ظاهرا فقط، ولكنه تأثير حقيقي ظهر في الإجلاء، في التعامل مع الطائرات المختلفة، في قدرتك على أن تقيم علاقات متوازنة مع كل دول العالم وتكون قادر على التفاهم وعلى التواصل بالشكل اللي يمكنك من انك تكون فاعل حقيقي وليس فاعل شكلي. هل هيكون في نصيب للمرأة مثلا، للشباب، لذوي إعاقة، من نصيب طبعا من الخطط والرؤى في التباحث خلال هذه الجلسات؟ بالتأكيد. يعني انا اتصور انه اولا الدولة المصرية خلال السنوات اللي فاتت اعتقد طبعًا انه خدت خطوات مهمة جدا في فكرة التمكين فئات الاولى بالرعاية، الفئات الاولى بالرعاية، الفئات اللي كانت مستبعدة عن المشاركة السياسية. يعني فاكرين ذوي الهمم كانوا بيطالبوا بمقعد واحد في مجلس النواب او مجلس الشيوخ، النهاردة ليهم كوتا نسبة، الاقباط نفس الشيء، المرأة نفس الشيء، الفئات المختلفة. هل ده نقدر نتفاعل ممكن نبني عليه ونقيمه بشكل اكبر؟ لا، في مشاركه اكبر. في مشاركه اكبر. هل احنا محتاجين نطور النوع ده من المشاركه؟ هل محتاجين اكتر يبقى في تجارب نجحت خلال الفترات اللي فاتت تكون قابله للتطبيق اكتر او للتوسع بالنسبه لده؟
قضية زي التعليم هل هتكون مسار ومجال للتفاهم؟ وهل القضايا في جزء الحقيقة في للنقاش العام، احنا عاوزين التعليم او عاوزين البحث العلمي، لكن التنفيذ بيقوم به المتخصصين غالبا. ازاي احنا عاوزين ندعم في دعم للبحث العلمي، ازاي ندعم الجامعات اكتر؟ النهارده في جامعات مصريه وفي تخصصات جديده وفي غيره. التعليم جزء مهم جدا، بناء البشر وبناء الانسان، واعتقد انه ده كان جزء مهم جدا من مطالب، واظن ان الدوله قطعت شوط في التخصصات الجديده في التعليم. ازاي ان انا اقدر ارشد الناس او للتخصصات الجديدة او لسوق ربط التعليم بسوق العمل او غيره. دي كلها قضايا مهمة لانها قضايا تتعلق بمستقبل ابنائنا اللي في التعليم. ازاي انا مشروع زي التعليم واللي بيحصل في مدارس او في الجامعات او في المعاهد او في غيره، ازاي تخصصات جديدة ممكن نعملها؟ اعتقد كل دي قضايا قد تبدو القضايا متشعبة كثيرا جدا، لكن هو الميزة في رأيي من الحوار هنا هيضع نقاط، يبقى فيه توصيات لجزء عاجل وفي جزء للمستقبل ايضا. الاحزاب عايزه ايه؟ التيارات السياسيه عايزه ايه؟ ممكن يبقى في عدد كبير جدا في الاحزاب ما هوش ظاهر او تاثيره في المجتمع مش بنفس الشكل بتاعه او وجوده، ممكن يبقى في قضايا ذات اولويات المفكرين والخبراء في الاجتماع او في غيره بيبقى لهم اراء قد تبدو مختلفه حتى بالنسبه للثقافه والقوى الناعمه والفن صحيح. ومحتاجين نعمل ايه في الدراما، محتاجين نعمل كل دي قضايا مهمه، لانه مصر طول عمرها تاثيراتها المعنويه وقوتها الناعمه وقدره انتاج بشر وانتاج باحثين وعلماء، اعتقد ان ده جزء مهم صحيح. جدا من المستقبل. طب استاذ اكرم، في بدايه كلامك اتكلمت عن جسور الثقه، الى اي مدى نجح الحوار الوطني في جلساته السابقه في مد هذه الجسور؟ كنا بنسمع دايما اصوات على السوشيال ميديا، اصوات وطنيه ما نقدرش ننكر ان هم وطنيين بينادوا بكده، يا جماعه اعملوا كده، يا جماعه اعملوا، سواء في الملف الاقتصادي او في ملف التعليم او في ملف بناء المدن الجديده. الى اي مدى نجح هذا الحوار في احتواء هذه الاصوات، في الاستماع اليهم، في تطبيق ما ذكروه او تحدثوا عنه؟ إلى أي مدى يمكن أن ترصد نجاح هذه التجربة في لم هذه الأصوات على مائدة، على أرضية واحدة، على أرضية الوطن المصري؟ بالتأكيد إحنا لما بنتكلم مش بنتكلم بس في تجربة السنوات الأخيرة، إحنا بنتكلم في تجربة تقريبا 11 سنة أو 12 سنة. إلى أي مدى كل حد النهاردة على منصة أو بيقول رأي؟ أولا ما نقدرش نقول إنه ما فيش حد بيقولش رأي، كل حد قادر انه ينشر رايه بطريقه او باخرى. لكن النقطه اللي انت اثرتها هو فعلا بناء الثقه. بمعنى ايه؟ هل انا اثق بعض الناس بيطالبوا يقول انا اطالب بكذا او بارى او بيقول اراء قد نراها يراها البعض عميقه ويعمل لها شير وغيره، قد يراها البعض سطحيه وسريعه وغير قادره على قراءه الواقع مثلا في القضايا الاستراتيجيه، في القضايا السياسيه، في القضايا الاقتصاديه، تقييم السياسات الاقتصاديه. هل انت تستطيع ان تقيم كل هذه السياسات بكلمتين او ببوست او بغيره، ولا هتحتاج تقرا الملف؟ وهل انت كل ابعاد وتفاصيل؟ فطبعا اولا الدوله من ناحيتها فيما يتعلق بملفات الاخراج المحبوسين وغيره بقرارات من النيابه، قرارات يعني عملت حسن نيه واضح، وده جزء من بناء الثقه اعتقد، فتح الباب لتيارات مختلفه. في ناس بيبقوا بيطلبوا بيقولوا اراء وتحليلات وحاجات مهمه. اولا من الصعب اي حد في الداخل بيطرح رايه ايا كان اختلاف معاه، هو راي من حقه ان يطرحه وبالعكس مرحب بيه اكتر. لكن البعض اول ما تقوله يقول لك اراء يعني مونولوجات واراء نهائيه وغير قابله للنقاش، بالرغم ان هو بيقول لك الحوار بس بعضهم لا يقبل الحوار. هذا الشخص اذا دعيته للحوار يقول لا انا مش هشارك في الحوار، لكن في نفس الوقت بيطرح اسئله. فهل فتره الثقه دي هي كلنا؟ اولا انا مش مع الاستبعاد، مع فتح الباب لكافه التيارات والمشاركه وكل الاراء. ممكن يبقى حد بيتكلم في الطب النهارده، اللي حاصل دلوقتي انه غير المتخصصين هم اكتر ناس بيتكلموا في التخصصات. يعني في كورونا كان صحيح. الاطباء اخر ناس بيتكلموا في الاقتصاد، ممكن الاقتصاديين ده. وبعدين فكره انه يبقى اعتقد او اظن او دي وجهه نظر او غير، النهارده في جزء اللي هو الحتميه وفكره احساسه بانه ليه مؤيدين او لايكات او غيره، قد يعطي احساس وهمي بانه هذا الراي انا مؤيد ليه، وممكن ناس يبقوا مع الراي وضده. فبناء الثقه وجسور الثقه
بين الدولة وبين التيارات السياسية وبين المفكرين والخبراء، دي النقطة، وبين التيارات ونفسها، إنه يكون الشخص نفسه قادر على طرح وجهة نظره ومستعد لسماع وجهات النظر المختلف. ممكن يبقى رأي يراه متماسك جدا النهاردة، حتى البديهيات يمكن الخلاف حولها حقيقي. فإحنا بنتكلم على لازم الناس تبقى قادرة على قراءة، لا تسقط في فخ الصراعات وغيره. كل الناس مدعوة طبعا باستثناءات قليلة جدا من شارك في العنف أو حرض عليه أو غيره، لكن وأكيد إحنا مش عايزين ده يبقى موجود في الحوار الوطني. أي حد له رأي طالما موجود داخل مصر أيا كان الاختلاف وغيره، اعتقد انه سيكون رايه والمحل العام للحوار الوطني ضياء رشوان كان يمكن قال قبل كده انه لو في مواضيع مطروحه للنقاش او عليها فوتنج زي ما بيقولوا وفي رايين مختلفين هيتم الاخذ بالرايين ومش هيتم يعني اعتبار راي على الاخر. يمكن دي من جمال والحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نشوفها في الفتره الجايه في الحوار الوطني. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره وتحرير جريده اليوم السابع، شكرا يا فندم على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا كرام، خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. في زيارة هامة في الحقيقة هيقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر، ودي هذه الزيارة بتأتي ربما في إطار التعاون المثمر ما بين الدولة المصرية والدولة اليابانية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، من أجل التعاون الإقليمي والدولي، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الحقيقة العلاقات بين البلدين يا مصطفى بقالها كتير جدا جدا قديمة وممتدة في كتير من المجالات الاقتصادية والسياسية ويمكن كمان حتى التنموية. خلونا نتعرف أكتر مع بعض على مجالات التعاون والزيارة المرتقبة من الكاتب الصحفي اللي منورنا في الاستوديو النهاردة محمد إبراهيم الدسوقي خبير العلاقات المصرية اليابانية. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد. رئيس الوزراء الياباني قال إن مصر شريك مهم لا غنى عنه في الشرق الأوسط وأفريقيا، واستهل زيارته للمنطقة اللي هيقوم بها العدد من الدول الأفريقية بالزيارة إلى مصر هي رقم واحد. ما هي دلالات هذه الزيارة؟ ماذا تريد اليابان من مصر بالتحديد؟ وماذا يمكن أن نبني أيضا على هذه الزيارة من قبلنا كمصريين؟ شوف، هو يعني اليابان بتعتبر مصر دائما هي بوابتها للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وأيضا إلى القارة الإفريقية، سواء كنا بنتكلم على المستويات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الجانب الياباني بيكن احترام شديد جدا لمصر ومكانتها في المنطقة، ليس فقط سياسيا ولكن أيضا حضاريا. هناك أيضا أوجه كثيرة جدا من التعاون بين البلدين، وبالتالي حينما تفكر اليابان في أي علاقة سواء مع منطقة الشرق الأوسط أو مع القارة الإفريقية هي بتفضل دائما أن هي تبتديها من البوابة المصرية. أيضا هذا بيعكس قدر التفاهم الكبير القائم بين البلدين، وهذا التفاهم يعني احنا بنتكلم عن يعني حصاد سنوات طويلة جدا من التعاون بين الجانبين على في مختلف المجالات. أيضا هي الجانب الياباني بيثمن الشراكة القائمة بين البلدين كما ذكرت لك منذ قليل في مختلف المجالات. ويعني أظن أنه بداية الجولة رئيس الوزراء الياباني من القاهرة هو بيعكس كل هذه المفاهيم، بيعكس قدر التفاهم اللي موجود بين البلدين، قدر الود اللي موجود في العلاقات بين البلدين، أيضا بيعكس مجموعة من الأهداف المشتركة اللي بترغب البلدين في تحقيقها، لا سيما فيما يخص الجوانب المرتبطة بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، أيضا العمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، ودي أيضا برضو من المجالات المهمة جدا في تعاون البلدين، أيضا فيما يخص الملف الخاص بمكافحة الإرهاب. اليابان كمان يمكن قالت أن مصر فعلا هي شريك أساسي ومهم جدا ليها في الشرق الأوسط وأفريقيا. كلمنا عن الزيارة يمكن لدول أفريقية أخرى والهدف الكبير بقى وراء هذه الزيارة. هي هذه الجولة بتسبق يعني قمة مهمة ستعقد في مدينة هيروشيما اليابانية الشهر المقبل، وهي خاصة بمجموعة
الدول السبع الكبرى. طبعا كلنا نعلم مدى أهمية هذا التجمع، وأنه هذا التجمع لا يناقش فقط الجوانب المرتبطة بالعلاقات بين هذه الدول، ولكن أيضا بتمتد المناقشات إلى ما يخص الجوانب الإقليمية والجوانب الدولية أيضا. أظن كلنا يعلم بطبيعة الحال طبيعة الأزمات والمشكلات الموجودة في المنطقة في التوقيت الراهن، وضرورة تواجد عدد من الدول الكبرى من أجل التوصل إلى حل وأزمة لهذه الأزمات. طبعا أخرها ما هو مرتبط بالأوضاع اللي موجودة في السودان الشقيق، أيضا لدينا ما يرتبط بالقضية الفلسطينية، لدينا أيضا كما ذكرت منذ قليل جوانب مرتبطة بالإرهاب. أيضا اليابان بتولي أهمية كبيرة جدا لعلاقتها على مستوى الشرق الأوسط وأيضا على مستوى أفريقيا، وهي لديها تجمع أو تكتل أنشأته منذ سنوات اللي هو التيكاد، والغرض منه هو تعزيز علاقتها في على كافة المستويات مع البلدان الإفريقية. وبالتالي هذه الزيارة بتأتي في إطار تعضيد هذا التكتل، وأيضا في محاولة لاستجلاء آراء ووجهات نظر قادة الدول التي سيلتقي بهم خلال هذه الجولة في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي سيتم طرحها على أجندة عمل مجموعة السبع خلال لقائهم الشهر المقبل إن شاء الله. طب ما هو الرابط ما بين مجموعة السبعة وانعقاد قمة مجموعة السبعة في مدينة هيروشيما اليابانية وبين القارة الأفريقية؟ يعني ماذا يريد العالم تحديدا من القارة السمراء؟ الصين تسعى لأفريقيا، اليابان تسعى لأفريقيا، ماذا يوجد في أفريقيا كي يجعل هذه الدول العظمى الكبرى يعني تفتح جسور التواصل، تقيم هيئات خاصة للدعم الأفريقي، تستغل وضع ومكانة مصر أفريقيا من أجل الدخول إلى القارة السمراء عبرها أو من خلالها؟ يعني كلمة السر الموارد الطبيعية. صحيح، هذه الدول تبحث بالأساس عن الموارد الطبيعية، ليس فقط الموارد الطبيعية اللي هي تعتبر مهمة جدا لكثير من الصناعات اللي موجودة في هذه البلدان، ولكن أيضا بنتحدث عن موطئ قدم ونفوذ سياسي أيضا، لأنه القوى الكبرى تتصارع على أرض القارة الإفريقية. الكل يريد أن يكون له تواجد، هذا التواجد والنفوذ بينعكس